الدكتورة هبة متولي علي، استشاري جراحات الحول وجراحات عيون الأطفال والمياه البيضاء، دكتوراه طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، زميلة الكلية الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الحول وجراحات عيون الأطفال. البداية ما كانتش من هنا، بس نقدر ننهيه. الهزار التقيل، التريقة، التحفيل، كل ده اسمه تنمر. ده لا شطارة ولا قوة شخصية. أهلا بكم. النهاردة الحقيقة في موضوع مهم جدا جدا، هنتكلم هو أكتر من موضوع طبعا، يعني الحول ده الموضوع الأساسي، لكن جوه الحول في موضوع مهم جدا، هو حماية الأطفال من التنمر. ومن أشهر الحاجات اللي ممكن الطفل يتم التنمر بيها هو انه يكون عنده عيوب بصريه، سواء حاول نظره ضعيف، بيلبس نظاره، ضئيل الجسم، تخين، كل ده يعني اسباب للتنمر. لكن المجلس القومي للطفوله والامومه عمل اطلاق لاول حمله قوميه في مصر من اجل انهاء العنف بين الاقران، وده بشراكه مع وزارة التربية والتعليم، كمان منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وكمان الاتحاد الأوروبي. الحقيقة مشكورا عمل تمويل لده. طيب ضيفتي العزيزة النهاردة بتقوم بدور مهم جدا جدا فيما يتعلق بموضوع التنمر ده، لكن في أطفال كتير جدا ما بيتكلموش على التنمر. وخلي بالكو ممكن جدا الإساءة النفسية للطفل والتنمر بيه، التنمر يعني باللغة البلدي البسيطة إن طفل أو مجموعة أطفال يتعمدوا إيذاء طفل معين، يقعدوا بقى زي ما بيقولوا إيه يعني يتلككوا له، يقعدوا يسموها إيه، يأذوه، يستقصدوه بالبلدي، يستقصدوه. وده بيبقى في أوروبا على فكرة وأمريكا الموضوع ده ممكن يعمل كوارث، وهنا في مصر الموضوع بدأ يزيد في الفترة الأخيرة. في أمريكا ممكن ريكوردت أطفال انتحروا بسبب الحكاية دي. تخيلوا بقى انتحار الأطفال. في أطفال عانوا من اكتئاب، في أطفال تسبب التنمر بتاعهم أو التنمر ليهم إنهم تحولوا بعد كده إلى درجة من درجات السايكيك بيرسونز، أو يعني نفسيا أصيبوا بأشكال نفسية خطيرة جدا. فالموضوع في منتهى الخطورة. لكن وفي أطفال كتير عندهم حالة التنمر ده بيتعرضوا ليها، لكن هم ما بيتكلموش عنها، إما عدم إدراكهم إن ده نوع من التنمر، شعورهم بالحرج أحيانا من إن هم يحكوا الحكاية دي، برضو الخوف، ممكن جدا يكونوا خوف، خايفين من الإنسان اللي بيتنمر بيهم ما بيتكلموش، أو حاسين إنه مش المفروض إنهم يعني يستدعوا حد يساعدهم في الموضوع ده. من أشهر الأفلام اللي تكلم على حالة التنمر ده فيلم اسمه لا مؤاخذة، فيلم رائع جدا للمبدع عمرو سلامة. الحقيقه انا في رايي ان الفيلم ده المبدع فيه هو كان المخرج، انه صور طفل بيتعرض الى حاله تنمر مستمره من اقران تانيين، من تلامذه تانيين، وصور صوره معينه في مدرسه من المدارس الحكوميه اللي في منطقه شعبيه او منطقه مش فيها رقابة كبيرة. القصة مهمة وخطيرة جدا يا جماعة، لكن خلونا النهاردة نتكلم أكيد عن الحول، ونتكلم على أنه هو سبب من أسباب التنمر. ولكن اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي العزيزة اللي ليها دور كبير الحقيقة في الموضوع ده، وواضح أن هي هتحكي لنا عن هذا الدور بالتفصيل
وهي اسم كبير في عالم العيون وفي منطقه الحول بالذات لها باع كبير جدا، الاستاذ الدكتور هبه متولي. اهلا بيك يا دكتوره هبه. اهلا بيك، منوره الناس الحلوه. ثانك يو. قبل ما نبدا، يعني ايه حكايه التنمر دي؟ التنمر في مجتمعاتنا هو يعني ان بعض الاطفال بيمسكوا او بيستغلوا اي عيب في الطفل التاني، يعني ببساطه يعني، ويبتدوا بقى يسخروا منه ويتجمعوا عليه ويؤذوه نفسيا او يعني باستمرار، او يبقى هو ضعيف، او يبقى هو طبعا على طول في الوضع الضعف، في وضع يعني الاضعف. حالات بقى التجمع والسخرية من الطفل والتكالب عليه، ودايما إحساس إنه هو أقل من غيره، بسبب أنا طبعا الموضوع اللي أنا يعني ليه علاقة لحد ما بشغلي، واللي أنا لمساه كتير قوي مع أطفال كتير وكبار برضو، ولكن الكبير بيقدر يعبر عن نفسه أكتر ويقدر يحارب ده، أو يقدر يشتكي، أو يقدر ما يهجلش إنه هو يروح يقول أنا عندي المشكلة الفلانية. العكس، الطفل بيحصل معاه كده في المدرسة، بس هو فجأة انت بتلاقي الطفل مش عاوز يروح المدرسة. طيب انا مش يعني هو مش عايز يروح، هو رافض الفكرة. مش لازم يقول انا الناس بتسخر مني عشان انا عندي حول، اصل الناس بتسخر مني عشان انا لابس النظارة، او ان انا مش بشوف كويس. لا، هو فقط هيرفض التعليم وهيرفض ان هو يروح المدرسة. حتى يعني المرحلة لو طفل أكثر يعني كتمانا شوية نفسيا، هو ممكن يروح المدرسة وكل حاجة، ولكن تلاقي طفل مش منتج، طفل مش ذكي، طفل نايم على طول، طفل حاسس على طول أنه هو أقل من غيره، متردد، يعني ما بياخدش قرارات سريعة أو يعني حاضرة أكتر زي بقية الأطفال، مش أكتف، مش اجتماعيا، مش سوشيالي، مش أكتف. يعني هو ده يعني تأثر، حتة يعني تأثر المجتمع أو تأثر الأطفال اللي عندهم حول بالتنمر، بيجي من الاتجاه ده أو في الحتة دي. عايز قبل ما أدخل في الحول في حوارنا النهاردة، وأكيد التنمر هيبقى معانا طول الحلقة في كلامه، أي طفل متنمر بقى، اللي هو الطفل اللي بيقوم بدور الساخر أو بدور المؤذي، طفل مؤذي، ده قريت الأبحاث كتير في الحتة دي، بقول لكم إن الطفل خطير جدا، غالبا بيتحول في المستقبل إلى إنسان فاشل جدا، عمره ما بيكون ناجح. عمري ما شفت في السيرة الذاتية لأي طفل كان متنمر وكبر بقى حد ناجح، بالعكس بيتحول إلى إنسان فاشل جدا. وغير إنه بيكون فاشل، سبحان الله، بيتحول كمان إلى سايكيك بيرسون. يعني هو أوريدي هو متنمر ليه؟ علشان هو أكيد بيتعرض لطريقة تربية مختلفة شوية. بالزبط. أكيد في عنف، أكيد في على طول إحساس إن دايما الأب والأم بيحسون هو قليل، إن هو فاشل، إن هو غلط، إن هو في عنف، ما فيش احتواء، ما فيش تربية سوية. فعشان كده هو بيحاول يطلع دوت على أي أطفال تانية عندهم عيوب بقى واضحة تدعو لده. إسقاط، نوع من الإسقاط. بالزبط. أنا بكلم على مستقبله بعد كده، بيتحول إلى سايكيك بيرسون، بيتحول إلى إنسان فاشل. كتير منهم على فكرة ثبت وجدوا علاقة وثيقة بينهم وبين ان هم في الاخر انتهت حياتهم في السجن. لا بالظبط. يعني بالزبط. كتير منهم دخلوا السجن يعني متنمرين. انا ما بتكلمش على اللي بيتم التنمر، انا بتكلم على المتنمرين الفاعل. انا فاهمه الفاعل. طب احكي لي عن الحول بقى، يعني انا عايز اين الحول الان في المجتمع المصري؟ سؤال عام. الحول يعني انا شايفه ان مرض الحول بدا الاتجاه للعلاج ليه يعني في التطور والتقدم، وان العيان بدا يعرف ان هو له حل. الاهمال بتاعه اختفى يعني، قل قليلا، ولكن ما اختفاش قوي لسه. برضو الشائعات بتهاجم الحته يعني جزئيه علاج الحول، لان انت لازم لما تاخد راي في علاج الحول تاخده من راي من دكتور او طبيب مختص في علاج الحول. هو علاج الحول شقين، في شائعات بتطول الأطفال وشائعات بتطول الكبار. الشائعات اللي بتطول الكبار إن لا، أنت مش هينفع تصلح الحول عشان أنت كبير، لو صلحت الحول هتشوف الدنيا رؤية مزدوجة، لو صلحت الحول هيرجع تاني. دي كلها شائعات برضو خاطئة، بتؤدي إلى أن الحد الكبير يبقى عايش بالحول وعنده مشكلة ومكسوف منها أو عنده خجل وبيعيش الحياة بجودة عالية، ولكن هو مش عارف ان هو ليه حل. لا، انت ليك حل، بس خد الراي من طبيب مختص. ما يخص بقى الاطفال في حته شائعات الحول، اللي هو لا ده لسه صغير، لا استنى ما يكبر شويه عشان نعالجه،
لا اصل هو صغير لسه على العمليه، لا هتلبسه نظاره، ازاي تلبسه نظاره؟ اصل انا مكسوف ان انا البس ابني نظاره، اصل بنتي هيقولوا ان انت بنتك بنظاره، هيقولوا للام ان بنتك بنظاره، فهتبقى مكسوفه في وسط العيله ان بنتها بنظاره او بنتها هتعمل عمليه او واتس ايفر. فكل ده برضو حته شائعات خاطئه، شائعات خاطئه على تقنيات اساسا علاج الحول. يعني اوريدي تقنيات علاج الحول كثيره ومختلفه وبتعتمد على نوع الحول. اوكي، لو انا اشوف العيان، لو حد مختص، لو دكتور مختص يشوف المريض اصلا، يبتدي يشخصه، يشخص الطفل صح، فيبتدي في الاخر يوصل الى تقنيه العلاج الصحيحه، سواء نظاره بقى، سواء عمليه، سواء تمرينات تغطيه، سواء وات سو ايفر. الاشاعات الخاطئه بقى الكثير، لا ما تعملوش جراحه، اصل جراحه خلط على خلط اطفال، طب تعالى نعمل لك الحول بليزر، طب تعالى نعمل ليزك عشان نعالج الحول. كل بقى دي شائعات بتطول الموضوع ده، لان الموضوع حساس. المختصين في علاج الحول مش كتير، يعني اطباء العيون المختصين في علاج الحول اوريدي عددهم مش كبير قوي، فالشائعات تطول الموضوع ده كثيرا. ولكن انا شايفه ان من كتر انا وزملائي ما بنتكلم في الموضوع وبنطلع ونعمل توعيه مجتمعيه، انا شايفه ان يعني تناول مرض الحول في المجتمع في تطور وتحسن. يعني ثلاث حاجات عايز تكلميني عنهم، عايز تكلميني على انواع الحول، كيفيه التشخيص، المبادرة المهمة اللي متخبيش عينيك برضو دي مهمة قوي لازم نتكلم عليها. مبادرة ما تخبيش عينيك، أنا يعني من كتر اللي أنا لمسية في العيادة بتاعتي من مشاكل كتيرة جدا جدا بيعانيها الكبار والأطفال من الحول، فأنا عملت مبادرة اسمها ما تخبيش عينيك. يعني ما تخبيش عينيك، واجه المرض وروح والجأ لطبيب مختص وعالجه. والمبادرة دي كان هدفي فيها في الآخر الوصول لفكرة أو محاربة التنمر كفكرة. المبادرة ما تخبيش عينيك. بالظبط. المبادرة دي هدفها إيه؟ هدفها إن احنا نقول لكل الناس كبار وصغار ما تخبيش عينيك، لأ يعني محتاج نظارة البسها، محتاج عملية أعملها، احنا ممكن نعالجك، خلي بالك احنا ممكن نعالجك. يعني ده الهدف من المبادرة سواء الكبير أو الصغير. الكبير ليه علاج للحول في أي سن، حتى إيفن لو حد عنده 70 سنة 80 سنة نقدر نعالج له الحول في أي وقت، وفي ناس فعلا بيحتاجوا كده في السن ده. الصغير برضو ليه علاج، سواء وامشي ورا العلاج وما تهملش الحول، لان الحول اهمال الحول في السن الصغير كارثه، لانه هيؤدي الى كسل العين وضعف الابصار يعني الدائم اللي مش هنقدر نعالجه لو اهملناه في لغايه لما يكبر. فدي كانت هدف المبادره. وطبعا زي ما قلت لحضرتك، هي فكره التنمر في المدارس وكده هي اللي يعني دفعتني شويه ان انا اعمل المبادره دي. الانواع والتشخيص، أنواع الحول على حسب، الكبار غير الصغيرين. أنواع الحول صغيرين، يعني في الأطفال، أنا برضو كتبسيطا للأباء والأمهات، أنا دايما أقول يا جماعة الحول عشان نسهل على الوضع على الناس، يعني الحول يا أفقي يا رأسي. الحول يعني لو قسمناه حتى على حسب العلاج، الحول علاجه حاجة من أربعة، يا إما علاجه نظارة فقط، يا إما علاجه عملية فقط، يا إما علاجه جزء نظارة وجزء عملية، يا إما الحول اللي هو علاجه عملية والطفل محتاج نظارة ملهاش أي علاقة بموضوع الحول. ده كتبسيط لأنواع الحول في الأطفال. فحضرتك هتعرض الطفل على الطبيب المختص وهو هيحدد علاجه نظارة بس ولا عملية بس، ولا نظارة وعملية، ولا يحتاج عملية وهيلبس نظارة ملهاش أي علاقة بالحول اللي هو عنده. الحالة ديت اللي هي قدامنا هي ده اسمه مشعل، هو طلب مني ان انا اطلعه معايا في البرنامج. نورت يا مشعل. ده مصري ولا مش مصري؟ لا لا مش مصري. مش مصري. بس اسم مشعل مش اسم مصري. ده لسه عامل عملية امبارح غالبا، فانا قلت كويس ان انا يعني اوري الناس شكل الاطفال بعد العملية على طول مباشرة. يعني بص، مجرد احمرار في العين ليس اكتر. النوع الحول اللي عنده هو النوع الثالث اللي هو نص عملية ونصه نظارة. يعني زي في الصورة الأولى هو عنده الحول كامل، في الصورة الثانية في نص جزء من الحول اختفى بالنظارة، في الصورة الثالثة احنا عملنا عملية للحول اللي فوق النظارة أو اللي هو أثناء ارتداء النظارة، فأصبح وهو لابس النظارة ما عندوش حول. يبقى ده النوع اللي هو جزء منه عملية وجزء منه
نظارة. ده بالنسبة لي ده اللي هو النوع ده برضو اللي هو حله عملية فقط، هو ده قبل العملية وبعد العملية، وده شكل الأطفال بعد العملية. والإحمرار البسيط ده بياخد وقت وبيختفي، والعملية ملهاش أي أعراض جانبية خالص وآمنة جدا. وبنعملها دي عملية خاصة بالعضلات، بالعضلات العين، بعضلات العين نفسها. بعضلات العين طيب ده برضو يجريني لسؤال مهم فيما يتعلق بطرق العلاج بتاعت الحول. هل من طرق علاج الحول الليزك؟ لا. الليزك ملوش وكرر للمرة العشرين؟ لا. دي جريمة ضحكة. دي جريمة ضحكة. أجيب دلوقتي جاي او بالشمع الاحمر هنشوف. ما فيش من ضمن العلاجات ما يسمى بليزك؟ لا، ما فيش حاجه اسمها ليزك لعلاج الحول، ولا ليزر لعلاج الحول، ولا عمليه حول بالليزر. ده كلام مش صحيح خالص اطلاقا، مش كلام علمي يعني. الا بقى لو حد كبير عنده الحول تكيفي، فضل لغايه لما حد بقى كبير بعد 18 سنه، وده نادر ان هو بيحصل، ساعتها ممكن يعمله ليزر فيستغنى عن النضاره او ليزك يعني، وبيستغنى عن النضاره ويعني في نفس الوقت يحل مشكله الحول. ده في الكبار، في نوع لو الحول التكيفي فضل لغايه لما الشخص عدى 18 سنه، ودي حالات مش كتيره يعني. عظيم. امتى اعمل عمليه الحول في الطفل؟ على حسب نوع الحول. في انواع حول انا لازم اعمل عمليه الحول عند سن 6 شهور، وفي انواع بعملها عند سن سنه، وفي انواع بعد 4 سنين. يعني اللي انا عايز اقوله، علاج الحول يعتمد على تشخيص نوع الحول، وتشخيص نوع الحول يعتمد على مهارات طبيب الحول. يعني مش جهاز، مش جهاز زي مثلا جهاز تضاريس القرنية، جهاز موجات صوتية، لا مش كده. هو بيعتمد على حاجة تشخيصية بحتة، ولذلك لازم نبقى عند الدكتور المختص اللي هو هيعالج الحول، ويختار وقت العملية بناء على ما يخدم نظر العين وكسل العين ووظيفة العين. اوكي. وهيحترم كل نوع حول، وهيعالجه بطريقته عشان ما يحصلش زي ما نقول نقلل من فكره ان يحصل توابع للحول يعني. عظيم. العينتين لو في حول في العينتين يتعملوا الاثنين في نفس الوقت؟ يعني انا دايما اقول للعيان عين او عين عينتين، ده حاجه ترجع لي. انا اللي بشوف خلل العضلات في انهي عين، وبقيم الوضع. وانت هتستفيد لو عملت لك عين واحده او عينتين، هيك ممكن تكون شايف الحول في عين واحده، ولكن انا اقرر ان انا اعمل الحول في العينتين. او ان حضرتك ممكن شايف العين في المشكله او السبب في عين، وانا اشخص ان السبب في العين الثانيه واتكل، او ابدا في العين الثانيه عشان العين اللي حضرتك شايفها تظبط يعني. هل يعني في حالات ممكن يعود الحول مره اخرى بعد اجراء عمليه؟ هي احنا عندنا هو مش هيعود زي ما كان، يعني نادر قوي ان هو يعود زي ما كان. ولكن احنا عندنا نسبه 10% الاحتياج الى خطوه مكمله. دايما اقول للناس لو احنا عملنا ال 100 بني ادم عمليه حول، في 90 منهم مش هيحتاج حاجه تاني، وفي 10% هيحتاج خطوه مكمله. العشر اشخاص من ال 100 شخص دول، دي المفروض ان هي نسبه عالميه، ربنا خلقها ليه علاقه بالعمليه دي، ولكن مش في ايد جراح وجراح، لا. يعني دي نسبه، في 10 يعني 10 اشخاص من ال 100 شخص اللي هيعملوا عمليه حول هيحتاجوا خطوه مكمله. ولكن طبعا الحمد لله ان العمليات نفسها لو اجرتها عند حد مختص ملاش اي اعراض جانبيه، صفر اعراض جانبيه. فكل بقى الضلالات اللي بتيجي، يعني انا حتى في ناس بتجي لي، يا دكتوره قالوا لي لما اعمل عمليه حول طلع عيني بره، ولما اعمل عمليه حول عيني ممكن تتخرم، والعضله ممكن اشوف ايه، ويحصل نزيف ايه، يعني بيجي ضلالات كده كتيره. دي برده شائعات للاسف بيروجها بعض الاطباء، ولكن هي ملهاش اساس بالصحه. عمليه الحول لو حضرتك عملتها عند دكتور مختص هيبقى ليس لها اي اعراض جانبيه يعني، ان شاء الله. ما شاء الله. السؤال برده المهم قوي، الطفل يمارس حياته الطبيعيه بعد قد ايه؟ يعني الصوره انا جبتها دي، ده حد عامل عمليه يعني امبارح. عادي. يوم انا حتى دايما اقول للعيانين مفيش اي ممنوعات، عايز تلعب، عايز تتشقلب، عايز تغسل وشك، عايز تتفرج على التلفزيون، تشوف الموبايل، انت عايز تخرج، تنزل تعشى بره في نفس اليوم، اعمل اللي انت عايزه، بس هيبقى فيه احمرار في العين زي ما احنا شايفين. العمليه نفسها بتستغرق وقت قد ايه اثناء العمليه؟ العمليه يعني افريج ثلث ساعه، نص ساعه يعني ماكسيمم، يعني لو كذا عضله يعني اكتر من عضلتين. مثلا في الحاله دي سن صغير اللي اتعملت؟ سن صغير دي من اصغر، زي ما بقول لحضرتك انا هقرر هعمل الحول في سن صغير او سن كبير على حسب
نوع الحول نفسه دي حاجه يعني ده حول انثى. ده حول انثى دي كلهم اطفال صغيرين. بالظبط ده حول عنيف شويه. بس انا دايما اجيب الصور دي عشان الناس تطمئن، يعني مش بحطها بحطها عشان الناس تطمئن ان ابنها يبقى كويس والموضوع بسيط، مش الموضوع يعني. بس دي عمليه في العضلات. عمليه في العضلات بالظبط. عمليه في العضلات. في العضلات. لكن لا يوجد ليزك لعلاج الحول. لا يوجد ليزك. معلش. ست كبيره. ست كبيره، ودي برضو كانت تقريبا تاني يوم عمليه. انا جايبه الحالات في الاول خالص عشان الناس تفهم ان الموضوع برضو بسيط وشويه احمرار وهيروحوا، ولكن فعلا بيغير الحياه خالص، يعني بيخليه يبقى بني ادم تاني. يعني العين دي اللي بيشوف فيها كويس ولا ممكن يشوف فيها؟ ممكن، يعني على حسب. في ناس بتبقى يعني عندهم رؤيه يعني مقبوله في العينتين، ولكن غالبا لو اهملوا من الصغر هيبقى فيها كسل شديد، يعني مش هيبقى بيشوف بيها. يعني برضو ده احنا يعني دي بس مجموعه من الصور. انا بقول للناس يا جماعه احنا بنصلحوا حتى الكبار، يعني حتى اللي عنده 70 سنه ومش عاوز، يعني أدى يعني يعني شيء بشيء يذكر. التنمر حتى موجود في مجتمعاتنا في الكبار. يعني موجود مثلا في مجتمعاتنا في الصعيد وفي الفلاحين، تلاقي حد كبير طب انت ايه اللي فكرك، اصل مش عارفه الاطفال بيقولوا لي ايه، اصل ولادي بيقولوا لي ايه، اصل مش عارفه ابني بيقول لي اصل انا مكسوف عشان ماما عندها. يعني التنمر موجود والسخريه موجوده في مجتمعاتنا، موضوع الحول يعني مرتبط ارتباط شديد بيه. عشان كده انا يعني حتى يعني اي حد يعني دايما اشجع، حتى لو انا ماشيه في الشارع لقيت حد عنده حول في اي سنه اقول له خلي بالك ده ممكن تصلحه. ليه يا دكتوره؟ ده قالوا لي هيرجع تاني، لازم اسمع كده. ده قالوا لي يا دكتوره ده هيشوف مزدوج، ده انا هيرجع تاني. لازم اشجع دايما كل الناس ان هو يصلحه ويتخلص من المشكله الشكليه والنفسيه طبعا في نفس الوقت. هل عمليه الحول ليها مضاعفات؟ لا، ما ان شاء الله لا، يعني زي ما قلت لا. مفيش حاجه ملهاش مضاعفات في الطب، بس بما انها تعمل بمقاييس طبيه. بس حضرتك في نسبه في لا انا اقول حاجه في عمليات لو نسبه المضاعفات اقل من 5% او 2% انت من حقك تقول ان مفيش مضاعفات، لانها اكشلي لو اتعملت بالطريقه المظبوطه عن حد مختص ان شاء الله ملهاش مضاعفات. اللي بتعمل بميكروسكوب. يعني هي كمان ما بقتش، يعني مع التقدم بقينا نعملها جراحات ميكروسكوبيه دقيقه، بنعملها تحت الميكروسكوب زي كل جراحات العيون بدقه وبساطه ونظافه وسرعه احسن من الاول بكتير. فبالتالي الاعراض الجانبيه بتاعتها يعني لا تذكر تقريبا. بس وما تطلعش العين بره يا جماعه خالص. طيب استمتع بقى بكلامك بقى. ما هو المشبوه في عالم الحول او فعلا من هو المشبوه؟ والله عارف هتقولي ايه. خلي بالك ان في فيلمين تانيين. ادوني انا ما اخترتش بس ماشي. المشبوه ده يعني والله اي حد بيعمل ليزك للاطفال الحقيقه، يعني مش قادره يعني ماشي. يعني معلش انا والله مع احترامي تقنيه الليزك غير امنه للاطفال، وخصوصا الليزك للعلاج الحول التكيفي ده غير ما طيب الجريمه الكامله. الليزك في الاطفال. الجريمه الكامله اللي يعني مش عارف الجريمه الكامله. طب مفيش الجريمه الضحكه؟ طيب ما في زي ما انت عايزه. الجريمه الدحيقه يعني الدكاتره اللي بيقنعوا الناس ان عمليه الحول بالليزر، واحنا نقعد نفهم ان والله اقسم بالله ما فيش حاجه اسمها حول بالليزر. بالشمع الاحمر نقفل المكان اللي قال. هو الثلاث ابواب على نفسك. انت عايزه كده توقعني في الغلط. ليه؟ لا يوجد ليزر لعلاج الحول في الاطفال. ده علميا جمعيه العيون بتاعه الاطفال اسمها ايه؟ مش هي جمعية العيون الأطفال؟ جمعية المصرية لجراحات عيون الأطفال والحول. صح كده؟ قالت وبعتت لنا منشور وبعتت لي أنا منشور وبعتت للفيسبوك منشور وأنتِ بعتي لنا نفس المنشور إنه مفيش علاج ليزك للأطفال خصوصاً علاج الحول التكيفي. والله أنا بالشمع الأحمر دي أنا بجد بجد يعني المفروض أي مدرسة بتقبل إن يحصل تنمر على الأطفال تتقفل بالشمع الأحمر. لان ده لازم يكون اندر سوبرفيجن من المدرسين والمدرسات، وخصوصا فيما يخص مجالي اللي انا بتكلم فيه من اول الحلقه وهو الحول. برافو على المبادره بتاعتك جدا، وجو اون احنا سبورتيف جدا ليكي، ويعني انا معاكي في الحكايه دي جدا، واعتقد انه موضوع مهم قوي عشان
كمان يعني جهات كبيره تهتم بيه، فده شيء مهم جدا. من اجمل الحاجات في فيلم لا مؤاخذه هو صوت العبقري احمد حلمي. في ناس كتير ما تعرفش ان الفويس اوفر بتاع الفيلم ده اللي عمله احمد حلمي. فهو واضح ان هو يعني من يعني، واحمد حلمي يعني لم احد يتوقع في بدايته انه هذا الممثل اللي كان مذيع يبقى عبقري السينما العربيه، واحد من العالميين في رايي. فهو برضه في حبل التنمر، ويسعدنا ان هو يكون معنا على شاشه. انت ايه اللي جايبك معانا؟ ايه ده، انت شكلك وحش قوي، انت مالك مسلوعه كده ليه؟ ده اسمه تنمر. انا شخصيا حصل معايا كده، انت دمك تقيل، انت ودانك مطرطقه. والحقيقه في الاول الحاجات دي ضايقتني، مش عايز اقول انها اثرت في ثقتي بنفسي، لا وقتها ما كنتش فاهم كمان قوي يعني ايه ثقه بالنفس. لما بصيت حواليا لقيت انه الحاجات دي مش صح. الحاجه الوحيده اللي صح انه وداني مطرطقه شويه. خلقت ربنا اصريت، حولت كل الكلام اللي كان بيجيلي في محاولة إنه هو يهدني لطاقة والقدرة والقوة والصلابة، إن أنا أثبت لنفسي أولاً إن الكلام ده مش فيا، واللي اتهموني بيه أو قالوه عليا إنه الكلام ده مش حقيقي. الحاجة الوحيدة الحقيقة اللي أنا ما قدرتش أغيرها هي وداني زي ما هي مطرطقة، بس أنا حولتها لعلامة مميزة. اوعى حد يأثر فيك، ثق في نفسك. كمان عايز أوجه الرسالة لكل أب وكل أم، إنك تصاحب ابنك وتصاحب بنتك، لأنه في الوقت ده مهم جداً 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 إن الطفل يحكي اللي تقله، يحكي اللي حصله، يحكي مين تنمر عليه سواء في المدرسة أو في النادي. أنا تعرضت للتنمر، أنا ضد التنمر، كلنا لازم نكون ضد التنمر. إنسان لما بيفقد شعره سواء كان نجم أو إنسان عادي، الموضوع بالنسبة له ممكن يوصل لدرجة العقدة ويحزنه جدا جدا. الأسباب اللي بيكون للشخص نفسه بيقوم بيها إنها بتستعمل مثلا المكوى بصفة مستمرة، ممكن الناس بيستعملوا الكرياتين أو البروتين عشان فرد الشعر إذا كان الشعر مجعد. خطر ده. ده طبعا ده كارسينوجينيك، يعني بيسبب سرطان. في زراعة الشعر أنا عرفت ناس بتقعد تسأل أي حد تقابله لمدة سنة بيعاني من مشكلة، وقعد تسأل كتير قوي. جداً. مريض الشعر بيقعد فترة طويلة جدا يسأل على ما ياخد قرار، ممكن ياخد له سنتين أو ثلاثة عشان ياخد القرار. اللي ما عندوش شعر أو شعره بدأ يوقع أو إصلاح أو بدأ شعره بقى يتأثر جدا، ده بيبقى حزين جدا. تحصل على مظهر جمالي في وقت بسيط جدا، في خلال 6 شهور بيكون المشكله كلها اتحلت، والشعر بيفضل مستمر معاك طول العمر مفيش منه مشاكل وما بيسقطش تاني. الناس اللي عندهم حبه شباب على الانف او الدقن، ده بيعمل فايبروسيس للمنطقه دي وبيزود حجم الانف وبيعمل فيها تليف في الجلد نفسه. كل دي بيكون ليها علاقه بالهرمونات، وفي نفس الوقت الحاله النفسيه بيكون لها دور كبير جدا في الموضوع. الدكتور علاء حجاج أخصائي الأمراض الجلدية والليزر وزراعة الشعر، ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية، دراسات الليزر التخصصية بالمعهد القومي للليزر. إيه رأيك بقى في الشعراية دي؟ نازلة موضة على فكرة، ولو ليك مزاج تصبغ الطروف ممكن تصبغها لون عسل يمشي مع الجلابيه وانت نازل في اي مشوار. فظيع. ما عجبنيش مرضك. يا صبر ايوب. ايه رايك في دي؟ اهو كده فهمتني، انت كده برنس البرنسات. ده حاجات صغيره كلها. طيب يا كبير، انا هكتب لك هنا مرهم تاخده مرتين في اليوم كل 11 ساعه. ايه لازمه المرهم ده؟ اقول لك يا سيدي، احنا لازم نطري فروة الراس ونجهزها للزراعة. انت لما بتيجي تزرع الارض مش بتجهز الارض وبتحط لها سماد؟ طبعا الفنان الرائع بيومي فؤاد ابدع في دكتور المزاريطة لكن بوصم.
بوظ افكار الناس على الطب بس بشكل كوميدي. الحقيقة كان دمه خفيف قوي هو طبعا، والعبقري احمد مكي من الناس المعجبين جدا باداء احمد مكي حتى في الاغاني. لكن خليني اقول لكم انه حكايه زراعه الشعر دي في العالم كله شيء مهم جدا. انسان لما بيفقد شعره سواء كان نجم او انسان عادي، الموضوع بالنسبه له ممكن يوصل لدرجه العقده ويحزنه جدا جدا. وطبعا في عالم التجميل او في عالم الشعر كمان، عشان الشعر جزء من عالم التجميل، كان دايما نجوم السينما بيدوا انطباعات معينه لجمهور العالم كله. ليه؟ لانه الممثل او نجم السينما متشاف جدا. يعني مثلا لما اقول لكم من ابرز الناس اللي عملت زراعه شعر في العالم كيفن كوستنر، طبعا البارع جدا. شوف وصل كان لمرحله ايه. على فكره الصوره على الشمال دي في سن مبكر كان وصل لمرحله مخيفه في فقد الشعر، وشوف دلوقتي شعره وصل الى ايه. برضو ميل جيبسون من الناس اللي تاثروا جدا بفقد شعرهم، وكان شعره ضعيف ميل جيبسون من زمان. زراعه الشعر رجعت له جزء كبير جدا من شكله ووسامته وشكله. يعني مثلا حد يجي يقول ان الصوره القديمه على الشمال قبل الصوره اللي عاملين بسنين. برضو واين روني من اكتر الناس بقى اللي فعلا انا في رايي عملوا بروباجندا لزراعه الشعر، لانه روني كان فقد جزء كبير من شعره ولعب كوره، وبعتقد انه لعيبه الكوره كمان يمكن مثلا التزامهم بالاساليب العلاجيه والادويه وبتاع والكلام ده كله اصعب من ممثلين السينما، والمساله اوضح لانه ده في ملعب بيجري بقى وعرق وبتاع والكلام ده كله، فشعره بيبان على حياته، فمن الناس اللي استفاد جدا. برضو ماثيو ماكونهي النجم الاسطوري دلوقتي من الناس اللي عملت زراعه شعر ونجحت جدا. بين افليك وتوم هانكس الاثنين برضو، وبين افليك بقى يعني اعتقد ان شعره كان في حاله سيئه جدا. وجون ترافولتا كمان من الناس اللي عملت زراعه شعر بشكل جيد وناجح للغايه، وهو من الناس اللي عندهم شعر يعني مميز جدا وطول عمره مميز بيه. في مصر مش عايزين نحط صور، لكن في ناس كتير زرعت شعر في مصر. زراعه الشعر اليوم هي الصيحه الاكثر نجاحا في عالم جراحات التجميل، بس عايز حرفنه وعايز تيم وورك محترف. زراعه الشعر مش عمل فردي، لكن دايما له ليدر، لكن له قصه كبيره جدا، هو عمل جماعي عايز صبر كبير. النهارده عندنا ضيف من الناس المتميزين جدا في عالم زراعه الشعر، ومن الناس اللي بتقدم جهد جيد جدا، وليدر لفريق عمل متميز جدا في هذا المجال في عالم زراعه الشعر. واعتقد انه حواري اليوم معاه هيكون حوار دسم للغايه، وهيكون عنوانه النقاط الخفيه، النقاط الاسئله الهامه جدا حول زراعه الشعر. كيف تكون زراعه الشعر ناجحه؟ ايه الخطوات النجاح فيها؟ وايه الحاجات اللي لازم نبعد عنها تماما عشان ما تكونش لا قدر الله فاشله. ضيفي العزيز هو الاستاذ الدكتور علاء حجاج. اهلا بيك يا دكتور علاء، منور الناس. اهلا بحضرتك، سعيد جدا بهذا اللقاء. ربنا يكرمك. عايز ابدا الاول عن الشعر في العالم العربي، مشاكله ايه؟ مشاكله كتيره. بالنسبه لمشاكل الشعر بتختلف ما بين اذا كان هو ولد او بنت. ممكن نبتدي من سن الطفوله، يعني بالبنات في سن الطفوله الام مثلا بتيجي تسرح لبنتها شعرها، مع الوقت البنت بتقلد مامتها وتبتدي تسرح شعرها وتشد الشعر للخلف، فتلاقي الجبهه نفسها بتبقى المساحه بتاعتها بتبقى عريضه، فدي بتكون من اكثر المشاكل اللي بتؤذي البنات مع سن مرحله البلوغ. لكن بالنسبه للاولاد في الطفوله ما بيكونش في مشكله، لان مرحله الجين الوراثي اذا كان في صلع بيبتدي من سن 18 سنه، فبيجد ان عند سن 18 سنه التساقط بيبتدي يزيد معاه. الطبيعي عندنا بالنسبه لتساقط الشعر او التجديد اليومي لتساقط الشعر بيكون من 50 ل 100 شعره، اذا زاد عن كده يبقى في مشكله. المشكله دي ممكن تكون نقص تغذيه او سلوك معين للشعر، اذا كان مثلا غسيل بصفه مستمره، استخدام مواد كيميائيه كتير، او يكون فيه مشكله وراثيه. المشكله الوراثيه بتبتدي من سن 18 وتكتمل معانا عند سن 28 سنه مع الوقت. تمام.
امتى اقول او يجي عيان يقول لك انا عندي مشكله فعلا في شعري؟ يبتدي يجي عند سن 20 او 22 سنه، بيبتدي يحصل فراغات في مقدمه الشعر، بيحصل تمبورال ريسيشن في المنطقه دي، يحصل تراجع في الشعر في المنطقه دي وفراغ فيه. بعد كده بيبتدي يقلق ويحس ان بيكون عنده هيوصل لمرحله الصلع، فبيبتدي يسرع ان هو يجي لزياره الدكتور المختص. بنقيم الوضع في الوقت ده، بنعرف ان احنا نعالجه ازاي. طريقه العلاج بالنسبه لتساقط الشعر بيكون عندنا، يا اما بنحاول ان احنا نعرف السبب وناخر اذا كان في صلع بناخره، او ان احنا بنوصل معاه لمرحله زراعه الشعر. مرحله زراعه الشعر دي لازم تكون خريطه الصلع مكتمله، عشان نوصل ان احنا نبقى العمليه ناجحه لازم نكون الخريطه، المنطقه اللي هنبتدي نزرعها يكون فيها فراغ واضح. ما ينفعش ان انا ازرع شعر في مكان يكون بجواره شعر موجود، بيكون لان ممكن مع الوقت يحصل فراغ في المنطقه اللي ما وقعش فيها، فالخريطه نفسها هيكون شكلها مختلف. هنقف قدام الكلمه دي، بس انا عايز الاول نشرح للناس ايه مراحل تساقط الشعر، لان ناس كتير ما تعرفش ان الشعر بيمر بمراحل. تمام. في النمو والتساقط، اناجين كاتاجين تيلاجين. تمام. نشرح للناس بشكل مبسط عشان يفهموا. احنا عندنا ثلاث مراحل للنمو، في عندنا الاناجين والكاتاجين والتيلاجين، مرحله النمو ومرحله المرحله الانتقاليه ومرحله السكون. دي بيكون ليها وقت معين. لما بيكون في مشكله في الجينات الوراثيه المرحله دي بيحصل لها اختلال بصفه مستمره. عندنا مثلا بالنسبه للبنات بيكون عندهم اختلال في الهرمونات، لما بيكون في اختلال في الهرمونات بيحصل تساقط للشعر، اذا كان في عندهم الدوره غير منتظمه، عندهم تكيس على المبايض، ده بيؤدي لتساقط الشعر بصفه كبيره وبتكون ملحوظه. ده بالنسبه للبنات. بالنسبه للبنات برضو بيتهيألي انه الاستخدام المفرط للاستشوار والمكان بالظبط، دي من ضمن الاسباب بقى اللي هي مش مرضيه. الاسباب اللي بيكون للشخص نفسه بيقوم بيها، انها بتستعمل مثلا المكوى بصفه مستمره، ممكن الناس بيستعملوا الكرياتين او البروتين عشان فرد الشعر اذا كان الشعر مجعد. خطر ده. ده طبعا ده كارسينوجينيك، يعني بيسبب سرطان طبعا. طبعا بيتم اخفاء الموضوع ده في مراكز التجميل، ان بيقولوا ان هو علاجي او حاجه زي كده. لا طبعا، كل المواد دي بيكون فيها فورمالين وبتؤدي الى تدمير فروه الراس، والانتاج بتاع الشعر بيكون ضعيف جدا. بعد حوالي اسبوعين او شهر من الاجراء ده بيحصل تلف والشعر بيحصل فيه مشاكل كتير قوي. وانت حضرتك قلت انه هذه الكرياتين والبروتين والحاجات دي كلها كارسينوجينيك. بالظبط. بتؤدي الى سرطان. بالظبط. وفي بعض الحالات بيقولوا ان مفيش فيها بروتين، فيها فورمالين، ولكن فيها مواد بتتحول بعد كده للفورمالين، فبيؤدي طبعا الى تلف. طبعا بتؤدي لنتيجه كويسه جدا بالنسبه لفرد الشعر، انها بتكويه. تمام. وبعد كده بيحصل تلف لفروه الراس، فالانتاج للبصيلات بيكون ضعيف جدا، انت عندك ارض وحرقتها. بالظبط. عايز اروح واحنا بنتكلم على طرق العلاج المختلفه للتعامل مع الصلع، قبل ما نقولها بس نشرح فكره او كلمه خريطه الصلع واضحه، الحته دي عايز افهمها. خريطه الصلع دي بتختلف من شخص للتاني على حسب الرسمه الوراثيه اللي موجوده في العيله نفسها. بمعنى ان في بعض الحالات بيكون عندهم الزوايا بتاعه الشعر بس، هي الراس هي اللي بيكون فيها الصلع. فدي بنشوف الرسمه بتاعه العيله وده بنتوقع بيه المنظر اللي هيكون موجود عليه. بمعنى ان احنا عندنا الحاله الوراثيه لو جايه من عن طريق الام فقط، اذا كان الخال هو اللي عنده المشكله دي، فبتكون نسبه الاصابه في الاسره اذا كانوا اربعه بيطلع معاهم واحد بس اللي بيكون عنده الصلع. لو جاي عن طريق الاب وعن طريق الام بتكون نسبه الاصابه بالصلع حوالي 50%. بمعنى ان احنا لو عندنا ولدين او بنتين ممكن ولد او بنت يحصل عندهم المشكله دي. الصلع في الولد غير البنت، الصلع في الولد بيكون مكتمل لكن البنت بتحافظ على التاج نفسه بتاع الشعر موجود، ولكن بيحصل في تساقط في منطقه الكراون نفسها. تمام. فالاختلاف الكراون اللي هي منطقه الكاب نفسه، الكاب اللي هو قبه الدماغ. بالظبط. تمام. لكن الاطار الخارجي بيكون موجود فيه الشعر بصفه الى حد ما واضحه، لكن بالنسبه للولد بيحصل التمبورال ريسيشن وبعد كده بيبتدي الشعر يتراجع تدريجيا في منطقه الكاب لغايه ما يوصل للاوكسيبيتال، المنطقه الخلفيه. بتكون ليها مراحل، بتبقى مرحله اولى وثانيه لغايه المرحله السابعه.
في الحالة دي أنا في البداية ما بنصحش بموضوع الزراعة، أنا بنتظر لما تكتمل خريطة الصلع الأول وبعد كده أقرر موضوع الزراعة. ليه؟ لو أنا زرعت في المرحلة المتقدمة في البداية في مرحلة أولى مثلا، في الحالة دي هو ممكن يكتمل معاه الخريطة الصلع مع الوقت. بمعنى أن أنا لو زرعت الزاويتين والمنطقة اكتملت، يبقى في منظر كده بقى عنده منطقتين مزروعين في ناطق طلع فيها شعر وبنات الثانيه بدات تصلح، فالمنظر العام هيبقى شكله سيء، افضل له انه ما كانش يزرع. فلذلك حتى بعض الحالات لما بييجوا عايزين يزرعوا وشعرهم خفيف يقول لك ازرع لي باي نتيجه كانت، لكن في الحاله دي احنا بننصحه ان انت انتظر لما النتيجه تكتمل وبعد كده ازرع، بحيث ان انت تحس بنتيجه الزراعه والشكل يكون شكله متناسق. طب عايزين نرسم خريطه الزراعه، يعني ايه الافكار اللي كانت في دماغ الناس عبر التاريخ؟ لان عمليه زراعه الشعر عمليه تاريخيه، عمليه قديمه، بدا من سنين طويله. ايه الافكار العامه حول عمليه زراعه الشعر؟ كانت زراعه الشعر في البدايه كانت بتتم بعمليه الشريحه. طبعا الشريحه دي كان ليها مشكله كبيره جدا، بتكون سايبه علامه دائمة موجودة في المنطقة الخلفية، طبعا هي بتدينا كثافة، لأن طبعا الشريحة اللي بتتاخد بناخد كل البصيلات اللي موجودة فيها وبنبتدي نزرعها، ولكن الإسكار اللي كان موجود ده بيؤدي إن احنا جرح سيء، منظره سيء، وفي نفس الوقت بياخد جزء من فروة الرأس في المنطقة الخلفية، وبعد كده ممكن بيحصل معاه بعض النزيف، ممكن يحصل ميكروبات بتتجمع في المنطقة دي، فبيؤدي إلى كل فترة بيكون فيه بعض الانفكشن أو الخراريج والكلام ده، بتديناش فرصة إن احنا نكرر العملية أكتر من مرة. لكن زي ما شايفين قدامنا كده عملية اللي بيكون فيها خياطة وبيكون فيها جرح وبيكون الموضوع بيكون فيه ألم. طبعا هي بتدينا فرصة إن احنا بناخد كمية عالية، ولكن بتأدينا إن بعد كده بيكون فيها ما نقدرش نكررها مرة ومرتين وثلاثة. لكن بالنسبة للعملية اللي هي الـ FUE إن احنا بناخد فيها الاقتطاف، دي بتكون بسيطة جدا، ومع التطور بنستخدم آلات أدق. قبل كده كنا بنستخدم آلات بيكون مثلا القطر بتاعها 1.2، فطبعا بيكون المسافات ما بين الشعر المزروع بتكون مسافات واسعة، لكن في الوقت الحالي بدأنا بنستخدم طرق دقيقة جدا، بحيث ان يكون المسافات ما بين الشعر بتكون غير ملحوظة وتدينا كثافة اعلى. دي الاقتطاف، ده الاقتطاف. احنا بناخد بصيلة وبنترك حواليها 3 أو 4، بحيث ان احنا ما يحصلش فراغ في المنطقة اللي بناخد منها البصيلات. دي حالة من حالات الدكتور علاء، مشكورا. طبعا خدنا قرار، يعني اقرار من بقبول العرض. تمام. من ده مهندس احمد. ده عايش في امريكا. تمام. هو ده يعني عمل العمليه، كان طبعا عنده المنطقه الاماميه والمنطقه الخلفيه. تمام. احنا عملنا في المرحله الاولى المنطقه الاماميه، دي قبل اي حاجه، ده قبل العمليه. تمام. صلع وراسي، صلع وراسي. تمام. ولكن هو عنده المنطقه المنحه كانت قويه جدا، وده برضو ادانا نتيجة كويسة. نشوف برضو بعد أسبوع، ده برضو قبل العملية. نشوف بعد أسبوع من العملية، ده المنظر العام، مفيش أي مشاكل موجودة. هو العين لازم يحلق كل حاجة، لازم يحلق الشعر على درجة واحد، خليه درجة قبل العملية عشان نقدر ناخد البصيلات. احنا ما بناخدش الشعر، احنا بناخد البصيلة، ما بناخدش الشعر، وبعد كده بيتم زراعتها. ده الرسمة اللي موجودة، وخدنا فيها النصف الأمامي للكراون كله. تمام. واتزرع في جلسه واحده. كم شعره دول تقريبا؟ دول عملوا حوالي 10,000 شعره. الله. بيكونوا حوالي من 2800 ل 3200 بصيله. تمام. ده بعد قد ايه؟ ده بعد شهرين. تمام. طبعا في المرحله الاول 3 شهور بيحصل تغيير للشعر اللي موجود، لان طبعا احنا بناخد البصيله بيكون فيها شعريه صغيره، معنى ان الشعر يبتدي يقع في البدايه، ده معناه ان الدم وصل للبصيلات وعملت عملية تغذية ليها، وبيبتدي يحصل إنتاج للشعر مرة تانية. ده منظر بعد 9 شهور. ده شعر رائع جدا. خلاص باين جدا. تمام. باين جدا الشعر. تمام. نام واختلف معاه طبعا. ده بقى ده منظره بعد سنة. رب دقن بقى مش مهندس، ده بقى حاجة. ده كان بيتابعنا من برا على طول باستمرار، انه عايش برا وبيتابعنا بالصور باستمرار. برضو بالمناسبة الدقن والشنب، لأنه في ناس كتير بيبقى عندها مشاكل في أجزاء معينة من الدقن،
اجزاء معينه من الشنب عايز يربي شنبه بس في حته مش طالعه. تمام. هل في يعني ترى انه زراعه الدقن والشنب تقدمت؟ زراعه الدقن والشنب موجوده بنجاح كبير جدا، ولكن لازم نعرف السبب، لان لو السبب كان موجود ثعلبه ففي الحاله دي بالظبط احنا ما بنزرعش ليها الشعر، لان ممكن تتكرر في مكان تاني. لكن لو الدقن خفيفه، هو مولود كده دقنه خفيفه، فممكن نعمل عمليه تكثيف ليها للمنطقه دي. والحواجب برضو نفس الوقت. كنت لسه هسالك على الحواجب. الشعر الراجل وشعر الست، الزراعه بينهم وبين بعض ايه الفرق بينهم؟ القصه كلها بالنسبه زي ما قلنا ان الحالات للسيدات لازم تتفحص بنسبه عاليه جدا، لان بيكون سبب عندها الجين الوراثي بيكون متمكن منها. اهم حاجه عندها المنطقه المنحه تكون كويسه، مفيش فرق بين الاثنين بالنسبه للزراعه. النتائج كلها بتكون قريبه من بعضها، ولكن هي اهم حاجه المقياس بالنسبه لنا هو المنطقه المنحه. هنروح للشارع واسمعك سؤال من الشارع. دايما اسئله الشارع مختلفه عن اسئلتنا. ناس في زراعه الشعر، انا عرفت ناس بتقعد تسال اي حد تقابله لمده سنه بيعاني من مشكله، هو يسال كتير قوي جدا. مريض الشعر بيقعد فتره طويله جدا قبل ما يسال القرار. على ما ياخد قرار ممكن ياخد له سنتين او ثلاثه عشان ياخد القرار. بالظبط. تعال نشوف الشارع بيسال ايه عن الشعر. مالك يطلع معاك؟ مش عايز. لا مش عايز. انا اللي اسال. انا بس عايزه اعرف هحافظ على شعري بعد كده يعني، وعايزه اخليه يطول، لان هو فعلا بقاله فتره ما بيطولش وثابت ومقصف، فانا خايفه من الموضوع ده. لو في ناس بيقع شعرها كتير قوي في سن العشرينات وكده، والجامعه طبعا انت عارفه. ده سؤال عام عن الشعر يعني. تمام. حكايه الشعر اللي بيقع شعر، لانه في بنات بتترعب من الشعر ده اكيد طبعا، لانه مظهر جمالي بالنسبه لهم. هي المشكله في ايه؟ المشكله ان ممكن يكون استخدام الفرد تمام، او استخدام المكوى بصفه مستمره، ده بيعمل جفاف للشعرايه نفسها فبيعمل لها تلف. ده طبعا نتيج مثلا في بعض البنات ما بيشربوش ميه كتير، عايشين على المياه الغازيه، فبيعمل جفاف لفروه الراس. في بعض الحالات لما بنيجي نديهم جلسات بلازما لتغذيه البصيلات، بنحس ان البشره الجلد نفسه في بنسمع صوت الابره وهي داخله، في مع ان الابره رفيعه ودقيقه جدا بنحس بيها، نعرف من كتر الجفاف لفروه الراس. ده كله ناتج على انه ما بيشربوش ميه بصفة كويسة. طبعا الأنيميا والنقص التغذية، كل الحاجات دي كلها. بعض البنات لما بيجوا ياخدوا شاور مثلا بيستعملوا مثلا الشامبوهات اللي هي الكيميائية، ده بيؤدي برضو للمشاكل كتير. لما بيجوا يجففوا الشعر بيقعدوا يدلكوه بقوة، طبعا الشعرية وهي مبلولة بتكون في أضعف صورها، فبتدي يحصل تساقط بنسبه كبيره جدا. طبعا ده اهم حاجه بالنسبه لهم هي الانيميا، طبعا معظمهم بيكون عنده نسبه عاليه من الانيميا، فلازم ده تتعالج كويس. عايزه اخليك تشوف فيديو كده واسمع تعليقك عليه، فيديو مهم جدا، نشوف مع بعض. على فكره هي قعدت مصدومه كتير في الفيديو، بس احنا بقى عشان مش فاضيين قلنا عليها كفايه كده. البنت صدمت، استخدمت حاجه زي ثيرمال او حاجه، راحت حرقت شعرها، ده طلعت القصلة بالظبط. ده بيبي ليز ده. فطبعا ده استخدامه طبعا هي استخدمه بطريقه غلط، واستخدامه فترات طويله طبعا بيؤدي لتقصيف الشعر وتدمير الشعر. بالظبط. نظره طبعا فقدت حاجه بالنسبه لها كبيره جدا. الناحيه دي باظت. الوقايه خير من العلاج. كل الناس مستنيه تسمع منك دلوقتي ايه الحاجات اللي تمشي عليها عشان الشعر يبقى كويس، عشان احافظ على الشعر. فقد هكلمك عن الزراعه برضو في حاجه مهمه دلوقتي، بس كلنا ايه اللاينز المهمه اللي نمشي عليها؟ اهم حاجه التغذيه السليمه. شرب الميه طبعا ده مهم جدا، لان طبعا انت عندك فروه الراس الغذاء بتاعها بيكون الميه، ده اهم حاجه بيخليها رطبه. لما فروه الراس تكون رطبه طبعا الزرع اللي بيطلع اللي هو البصيلات والشعر بيكون قوي. لو في عندنا سبب مؤثر، اذا كان في غده، اذا كان في انيميا، لازم تتعالج. اذا كان عندنا سبب وراثي لازم نحافظ على الشعر، بحيث ان احنا ما نستخدمش مكوه الشعر بصفه مستمره، ما نستخدمش المواد اللي بتعمل فرد للشعر،
مهما كانت، لأن أي مادة تعمل فرد للشعر لازم هتكون محتوية على الفورمالين، وده بيكون بالإضافة أنه هو كارسينوجينك، أنه هو مسبب لسرطان، هو بيدمر فروة الرأس. ضيف العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الأستاذ الدكتور علاء حجاج، كان كالعادة في حوار مبدع للغاية، علمي للغاية، دقيق واضح جدا. زراعة الشعر عملية جميلة جدا، لكن هو قال دكتور علاء قال جملة مهمة جدا، نجاح العملية يعتمد على الاختيار الجيد، اختيار، ونجاح العملية يعتمد على اختيار من ناحيتين، المريض يختار المؤسسة أو المكان اللي فعلا متخصص في زراعة الشعر، ودكتور المتخصص في زراعة الشعر يختار المريض اللي فعلا هيستفيد من زراعة الشعر استفادة حقيقية. اختيار، ثقافة الاختيار هنا هي اللي احنا هندرسها لكم أو هنتعلمها مع بعض في اللقاءات القادمة في الناس الحلوة. خليكم على سلامة. جراحات المتعلقة بمشاكل القناة الشرجية. يا محلات يا دكتورنا بتيجي تقولي أنا عندي بواسير. بواسير يطلع شرخ، والعكس بالعكس، الشرخ الشرجي لما بلاقيه عند حضرتك بلاقي علامة ممكن أقولها في ودنك كده تبقى عارفها، زائدة جلدية. حضرتك سبت نفسك للبواسير تبدأ تاخد درجات أعلى، تعال بقى نحاسب بعض. الكشف الظاهري أقدر للشرخ الشرجي، البواسير أقدر أستعين بالمنظار، لكن الناصور الشرجي يا جماعة أقدر أستعين عن طريق الرنين المغناطيسي الـ MRI. البواسير تصيب كبار السن. لا، مين اللي قال كده؟ البواسير تصيب كبار السن وتصيب صغار السن. احنا شعب اكيل، شعب يحب ياكل، شعب يحب يلخبط، فبيكون النتيجه خروج البراز بشكل صلب. الليذر هو العلاج الامثل لمثل هذه الحالات. ده ثيرمي اذا بيقلل الالام بنسبه محدده. بالظبط. اه، مع الأسف ما بتبقاش نسبة كبيرة، 50%. 50%. أصل البواسير الخارجية توجع. ليه؟ زي الشرخ، الشرخ الشرجي كان بيوجع لأنه قطع في جلد. من حق العيان إن يجيب له أحدث شيء في الدنيا، من حق العيان إنه بعد العملية يقولك أنا مستريح. الأستاذ الدكتور وائل متولي، استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات أمراض الشرج والمستقيم بالليزر، عضو الجمعية الملكية للجراحين، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، عضو الجمعية المصرية لجراحات الشرج، مؤسس عيادات ألوك يور كلينيك لعمليات ألام الشرج بالليزر. في إطار جهود منظمة الصحة العالمية لتحسين الأحوال الطبية في أفغانستان، أوردت على موقعها الرسمي حكاية عن مواطن أفغاني اسمه محمد قاسم بيحكيها عن تجربته الشخصية بمحاولات علاج البواسير وتنقله بين مدن أفغانستان رغم الخطورة عبر الطرق الترابية المزروعة بألغام علشان يقابل أطباء قادرين على معالجة البواسير اللي وصفها بإنها مشكلة حياته اللي أنفق لعلاجها أموال كبيرة، وإنه عدد كبير جداً من الأفغانيين بيعانوا من البواسير ومش قادرين يلاقوا حل. منظمة الصحة العالمية علقت على الحكاية بإن المسافات اللي قطعها قاسم كبيرة جداً، ولكن العديد من الأفغان يجوبون بلادهم المدمرة جيئة وذهاباً لالتماس العناية الطبية. حكاية بسيطة قد ما بتورينا ملمح من المشاكل الأمنية والطبية في بلد زي أفغانستان، قد ما بتلفت نظرنا إنه من البديهيات إن بلدنا محروسة موعودة من ربنا بالأمان، وقد إيه الطب في بلدنا متقدم وبخير بفضل المخلصين من علمائنا والأطباء. أهلا بكم. النهاردة حوار مثير للغاية، لأن إحنا هنتكلم ومهم جدا عن ثقافة إن أنا أروح للدكتور إمتى.
من اكتر البرنشات في الطب اللي الناس بتتاخر فيها في الذهاب للدكتور ما يتعلق بالانر بروبلمز او بالانر سيرجنز، جراحات المتعلقه بمشاكل القناه الشرجيه. خيال ساعات افكار ان ممكن الحاله تتحل لوحدها، مشاكل بتصل الى انه يبقى الانسان عنده اعراض واضحه جدا قد تكون مشكله خطيره، يعني بليدنج مثلا، قد تكون مشكله كانسر في القولون والناس سايبه الموضوع ومطنشاه. انا بتكلم على انه ضمن اهداف المهمه جدا للبرامج الطبيه الهادف اللي بتشتغل ثقافة طبية حقيقية، إن لازم أوجه الناس إنها تذهب للاستشارة الطبية مبكرا، لأنه في أمراض كثيرة جدا طوال سنين طويلة الناس سايبة المرض ومطنشاه ومتعاملة مع الحياة عادي، وساعات بقى الناس بتروح لفكرة إنها تتعالج بطرق يعني اللي هي بيسموها طرق الشعبية اللي ملهاش علاقة بالطب ولا لها علاقة بالحلول الحقيقية، والنتيجة بتبقى تفاقم المرض من مرحلة أولى إلى مراحل خطيرة جدا قد تكون يعني بتؤثر على طبيعة الحياة بتاعت الإنسان. النهاردة احنا هنتعايش مع المجموعة المرضية دي وهنقف قدام كل حالة مرضية قدامها سؤال، هل المريض بيجي بدري؟ هسأل السؤال ده كتير، فهيتقال لي لا ما بيجيش بدري، طب التمن بيكون ايه؟ التمن بيكون كذا. ده عنوان مهم جدا ليه؟ هل المريض بيروح بدري عشان يحل مشاكله المرضية في هذا البرانش في هذا التخصص؟ ده سؤال هبدأه مع ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال المبدع دائما في حواره الأستاذ دكتور وائل متولي، استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات أمراض الشرج وعضو الجمعية الملكية والأوروبية والمصرية لجراحات الشرج، وطبعا مؤسس عيادات إينو كلينيك زي ما احنا اتفقنا إينو. يس صح كده؟ ازيك يا دكتور وائل؟ أهلا وسهلا دكتور. هو أز جنرال هل المريض بيجي لكم مبكرا في قبل ما ندخل في التفاصيل؟ لا لا طبعا، لا طبعا يعني لا طبعا. ونرجع بقى تحت كاتيجوري الخجل، الكسوف، مش مصدق، بياخد الوصفات، بيجري على الصيدليات، يعني لحد الثاني الحاله تخف لوحدها، يمكن تخف على فكره لوحده. هيخف لوحده، دي على فكره ده معتقد في كتير من الامراض. بالظبط هيخف لوحده. بالظبط. يعني هنام من النوم اخد مضاد حيوي وبتاع وهيخف لوحده، هيخف المشكله الوقتيه، الالام، اخد مش عارف دافلون ولا اخد ادويه مثلا اللي بتقلل احتقان الدم، نزيف يقف، الكلام كلام فارغ، بس احنا بدانا جامد قوي كده. احنا بدانا من احنا بدانا طب هنبدا بالفهرس، نبدا بلاش من فوق قوي، نبدا بالراحه خالص. ايه فهرس الامراض المتخصصه اللي تحت عنوان انال سيرجي؟ امراض بالظبط. امراض بروبلمز. الحقيقه هي انا هقولها من الكومن للليس كومن، من المشهور للاقل. اشهر شيء الشرخ الشرجي، يلي البواسير، يلي الناصور الشرجي. دول اكتر ثلاث حاجات اللي احنا بنعتبرهم المثلث بتاع شغلنا. طيب احيانا العيان بيبقى عنده حاجتين بالمناسبه، يعني ايه الرابعه؟ الحقيقه امراض اقل شويه موجوده بس اقل، اللي هي ايه؟ عنده قرح بالمستقيم، سرطانات في القناه الشرجيه، دي الامراض، مجموعه الامراض اللي هي الانال كارسينوم. فيما عدا ذلك احنا بنتكلم في كاتيجوري ثلاث امراض. طبعا انا فاصل مرض تماما اسمه الناصور العصعصي، لان ده مش مرض شرجي. مش مرض عادي، ده لوحده. بالظبط كده. بالظبط. دول الاشهر الامراض. دول اشهر الامراض. طيب نبدا برضو الفرق بين الحاجات وبعض، نمسك واحد واحد كده ونفهمه. الحقيقه ده جميل قوي، ان انا عايز هذا المشاهدين يشخصوا نفسهم. انا عايز دكاتره النهارده، انا عايز مصر كلها تبقى 100 مليون طلع دكتور اللي جواك. شوفوا يا جماعه، اولا الشرخ الشرجي، الشرخ الشرجي هو عباره عن قطع موجود في القناه الشرجيه، اتفقنا؟ زي الصوره الواضحه قدامي دي، قطع موجود في منطقه جلديه، لان الكلام ده هيتبني عليها بعد كده، منطقه جلديه ويمتد الى الغشاء المخاطي لقناه الشرج اللي هي تقريبا بيبقى طول 4 سم. ايه تعريف البواسير؟ هي تمدد دموي، تمدد دموي بينزل فوق خط اسمه الدنتيت لاين، زي الصورة دي بتوريني حاجة اسمها بواسير داخلية. في طبعا كمان بواسير خارجية، لكن المشهد الثالث أو المرض الثالث الناصور. واتفقنا الناصور هو قناة موجودة ليها فتحة خارجية، صورة واضحة وجميلة قوي، وليها فتحة داخلية يمكن متشعبة شوية. إذا أنا عندي ثلاث أمراض بثلاث أشكال مختلفة تماما. الشرخ الشرجي، قطع جلدي،
البواسير تمدد دموي، واخيرا الناسور بفتحتينه الخارجيه والداخليه. ده المفهوم البسيط للثلاث امراض. العيان يبدا يعرف الفرق ما بينهم ازاي؟ هل ممكن يا دكتور اشخص نفسي؟ ياما حالات يا دكتورنا بتيجي تقول لي انا عندي بواسير، بواسير يطلع شرخ، والعكس بالعكس، وممكن يجي مرتين بالظبط. يعني ما في اوفرلابنج ديزيز، اللي هي المرض يجي ناسور مع شرخ. طبعا يعني بالظبط، وارد. وهنا احنا بنبدا نشوف. طب احنا عايزين الساده المشاهدين في البيت يبداوا يفكروا معايا شويه. اقدر احط التلات امراض قدامي كده كاتيجوريز، ادي مرض شرخ، وفي النص نحط مع الساده المشاهدين البواسير، حلوه الطريقه دي، والناسور ادي الجزء الثالث. طيب مين معاهم وجع؟ طريقه المحاضرات. طريقه المحاضرات هي المحاضرات يا فندم. مين معاهم وجع النهارده؟ الشرخ الشرجي معاه الام عاليه جدا. طب ليه؟ لانه قطع في جزء جلدي والجلد كله اعصاب، كلام واضح، يبقى في الام عنيفه جدا. العين يقول لك مش قادر بعد التويلت، دي علامه بتشير الى انه شرخ. طب البواسير؟ البواسير ما بتبقاش مؤلمه، وقلنا كتير قبل كده ان العيان بيستخدم كلمه بين الام تو مين اي دونت لايك ات، انا مش حاببها، في حاجه بتنزل تطلع كده مضايقاني. لكن عيان البواسير ما بيشتكيش بالام عنيفه، لان الالام بتاعته لما تبقى ليها مشاكل كومبليكيتد، تبقى معقده، لما تبقى الحاله دخلت في منطقه المضاعفات بالظبط، تبدا الالم كجزء من المضاعفات، ان في جزء من التهاب انفكشن بالظبط يا فندم. طب نيجي للناسور الشرجي، مع الم بس مش الالام العنيفه. بقى دكتور انت عايزنا نقارن بالام عنيفه؟ الام مش عنيفه، مفيش الم، لا طبعا. تعالوا ناخد معاه حاجه رقم 2، الدم. يجي العيان يربط حاجتين ببعض، انا عندي الام عنيفه جدا ونزول دم قليل. طب اولا ليه نزول دم؟ لانه قطع. طب ليه قليل؟ لان القطع ده يا جماعه بيجي في منطقه اساسا ربنا خلقها لنا الدوره الدمويه فيها ضعيفه، ده الشرخ الشرجي. ده الشرخ الشرجي عشان الناس ما تتوش، اصل انت بتشاور والناس الناس مش شايفه انت بتشاور على، انت بتشاور على الشرخ الشرجي بالظبط. وهوضح كده، شرخ شرجي الام ونزيف قليل. يقول لك انا نزل مني مره كده ولا حاجه دم. طب ليه النزيف قليل بسيط؟ لانه القطع ده هو بيساعدنا بقى، خلي الصوره بقى حلو، واشكره انه عشان عشان احنا ايه من الناس ما تتوهش. اذا الشرخ الشرجي هي عباره عن ديسكونتينيوتي، عدم استمراريه في تكوين النسيج الحامي بالظبط، الابيثيليا، نزول دم، قطرات من الدم مش كتير. يبقى الالام يا جماعه عاليه جدا ونزول الدم قليل. ليه نزول الدم قليل؟ انا عايز كل الناس يبقى دكاتره النهارده، علشان ده قطع في جزء جلدي اساسا الدوره الدمويه فيه ضعيفه. طب تعالى نتكلم على البواسير. قلنا ما فيهاش الالام. طب والنزيف هو ايه تعريف البواسير؟ ده تمدد دموي. طب ايه راي حضرتك المشهد ده لو عيان بيباص ستول بينزل براز عليه، وارد يقطعه ولا لا؟ نزيف رهيب يخض العيان. العيان بيبص في التويلت يا جماعه من احدى الثقافات والعادات الغريبه جدا، اللي حتى بحكيها في المحاضرات عندي، ان الانسان بطبيعته لما بيخلص تويلت ما اعرفش ليه بيبص مكان التويلت، عاده غريبه مش كده؟ هنا بس يلاقي دم. مفيده. ما هي مفيده بقى، هي مفيده، لانه لو في دم ده ممكن يكون ايرلي كارسينوما ديتكشن، يعني ان انا يكون لا قدر مرض خطير، كانسر سرطان بالظبط. بالظبط. اقول لحضرتك معلومه عن الكانسر، تحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيخدمنا كاطباء قوي. انا مش قلت نزيف رهيب؟ الكانسر نزيف رهيب برضو، بس انا قلت نزيف رهيب والام مش موجوده يا جماعه، لان دي بواسير. الكانسر فيري بينفول، يعني كان الكانسر السرطان في مكان الشرج بيجمع معلومتين، بيجمع الالام العنيفه، ودي رحمه من ربنا، الالم ده رحمه، لانه بيعمل ايرلي ديتكشن. زائد نزيف عالي جدا، شفت بقى الكانسر جرس انذار بالظبط، العين يجيب معلومتين مع بعض. نتكلم على المرض الثالث، الناسور. الناسور في نزيف؟ الاجابه لا. الناسور في الام؟ قلنا في الام، اهو الناسور قدامنا اهو، في الام بس الالام دي بتيجي بعد ما العيان بيخلص البراز بتاعه، ومش الام عنيفه بقدر ما هو شايف ابسس بس صديد نازل من فتحه الشرج، دي مهمه جدا. نقح دي بسيتد بين، يقول لك انا حاسس بحاجه جوه بتوجع لكن في افرازات سيئه نازله. لو بدات اسال الساده المشاهدين دلوقتي ونعمل مراجعه مع بعض، مين اعنف واحد في الثلاث امراض بتوعنا عنده الام عنيفه؟ الفشر الشرخ الشرجي. مين اكتر واحد بينزف دم؟
اللي في النص اللي في النص البواسير بالظبط كده. طيب هل الالم والنزيف، هل في نزيف مع الناسور؟ لا، لكن الناسور بيشتكي، بدل كلمه النزيف نحط كلمه افرازات صديديه، والالام اللي عنده هي الام العام استغربها ديب سيتد، انا حاسس حاجه جوه بتقلبني مش عارف سببها، لانه خراج، هو خراج في المنطقه. اذا ببساطه انا اقدر افسر الثلاث امراض وازاي العيان يبدا يستنتج معايا مرضه من الثلاث امراض. لو بقى عشان برضه ما نلخبطكوش، لو عندك عرض من اللي احنا حكيناه ده كله لازم تكشف طبعا عشان ما تتلخبطش طبعا، عشان ما تقعد يقول لي طبعا لا انا هروح بتشخيص، مش مطلوب منك كده بالزبط. بس لو حاجه من دول انت بدات تشك فيها لازم تكشف بالظبط، لازم تكشف عشان تتكت بدري. احنا هدفنا المشكلة. هدفنا حضرتك ان احنا ما نقولش للعيان شخص نفسك وروح خد دواء. عارف حضرتك احنا هدفنا ايه؟ ايرلي ديتكشن، الكلمه اللي حضرتك بدات بيها، لان هي دي الكلمه الناريه، ثقافه الاكتشاف المبكر. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب كمل لنا بقى المقارنات، احنا قارنا في الاعراض اهي. المقارنه بقى، انت جيت لي انا كطبيب انا اعرف ايه؟ رقم واحد الشرخ الشرجي، لما بلاقيه عند حضرتك بلاقي علامه ممكن اقولها في ودنك كده تبقى عارفها، زائده جلديه. كلمه السر، انا معظم الرسائل اللي بتجيني يا دكتور عندي زائده جلديه نزلت بقى مؤلمه، انا عندي زائده جلديه مش مؤلمه، مع النزيف البسيط بس الوجع عنيف وهكذا. تخيل وجود الزائده الجلديه، وجود الزائده الجلديه يمنع تماما، او وجود الزائده الجلديه يخلي الشرخ الشرجي اللي عند العيان ده، او ياكد ان الشرخ الشرجي مزمن. ادي وجود زائده جلديه، يبقى احنا في مقارنتنا. طب البواسير معها زائده جلديه؟ لا، بس معها انتفاخات خارجيه. العيان يقول لي انا حاسس بحاجه زي ما تكون كور نازله مني مدلدله يا دكتور، بتطلع وبتنزل احيانا، دي من زوائد جلديه يا جماعه، يبقى دي البواسير. طب والناسور يا دكتور، الناسور اعرفه ازاي؟ في حاجه مميزه ليه؟ في حاجتين مميزين، ان العيان يقول لي انا كان عندي دمل حوالين الشرج ورحت فتحته قبل كده او خدت له ادويه، زائد افرازات رائحتها كريهه، افراز مش رائحه البراز، افراز ريحته كريهه. اذا في فرق كبير قوي بين الثلاث امراض. اه بالظبط، في فرق كبير بين الثلاث امراض. طيب الوسائل التشخيصيه برضو، احنا العيان جالك، ثلاث عيانين جولك، ثلاث عيانين كل واحد ليهم انفستيجيشن. بالظبط، تعال نبدا بالشرخ الشرجي ونبدا بالصوره الاولى تاني بتاعت الشرخ الشرجي. النهارده الشرخ الشرجي انا بيخرج من العيان زائده جلديه خارجيه، واتفقنا ان المرض ده مؤلم جدا، يبقى بامانه العيان هيستحمل ان انا اعمله فحص شرجي بايدي؟ لا طبعا، طب استحاله. فبنضطر ان احنا، مش بنضطر على فكره يا جماعه، ده اتس اوكي، انا قناه شرجيه 4 سنتي فيها مشكله، انا ببص عليها ظاهريا اشخصها. يبقى اذا تشخيص الشرخ الشرجي هو تشخيص خارجي ظاهري، لا يحتاج اي نوع من انواع الفحوصات. حتى في عملياتي اخره بطلب سي بي سي، صور الدم، بطلب شويه فحوصات اكلينيكيه عشان فتنس العيان اللي دخله عمليه بس اخدره. نتكلم على البواسير. هنا البواسير 4 درجات زي ما قلنا قبل كده في حلقاتها مع حضرتك. الدرجه الاولى اللي ما فيهاش كوره، مجرد دم، بنقطه دم بينزلوا من العيان. الدرجه الثانيه اللي بتطلع وتنزل عند العيان. الدرجه الاولى والثانيه انا ما اقدرش اشخصهم غير عن طريق منظار. اذا انا بطلب من عياني لو انا مش شايف بواسير واضحه بنعمل له حاجه اسمها البروكتوسكوب، ونطلب منه المنظار الشرجي، بيقول لي يا فندم البواسير موجوده والدرجه الثانيه وكل حاجه. لو كانت درجه ثالثه رابعه افكر الساده المشاهدين، الدرجه الاولى كان نقطه دم بتنزل بس من العيان، الدرجه الثانيه كالكوعه موجوده وتنزل تطلع بدون ما العيان ياخد باله، عشان كده اللي يكتشفه منظار. ثالثه تنزل بس العيان يرجعها مانيولي بايده، رابعه دي خارجه على طول بره. اذا 1 و2 عن طريق المنظار، 3-4 لا شكرا جدا، انا الخروج واضح قدامي وشايف البواسير موجوده. طب هل 3-4 ممكن يبقى معاهم بواسير تانية داخليه؟ وارد. طب نعمل منظار، طب انا اعور عياني ليه واجرح عياني ليه؟ ما انا كده كده البواسير اللي قدامي. اول خطوه في التكنيك عندي في شغلي ان انا بعمل منظار للعيان. لو انتقلنا للمرض الثالث، الناسور العصاصي، انا اسف الناسور الشرجي، طب احنا بنعمل ايه فحوصات ليه؟ الرنين، عشان الرنين هو اللي يبدا يحدد لي ده ناسور عالي، ده ناسور منخفض، الفتحه الداخليه في تشعب، لان كلمه ناسور هي سرداب، زي ما سرداب. احنا حفظنا الناس بالزبط. السرداب يعني نفق، نفق قد يكون له تفرعات، دي لازم تتقفل بالظبط. يبقى لو احنا بنعمل مقارنتنا البسيطه، الكشف الظاهري
اقدر للشرخ الشرجي، البواسير اقدر استعين بالمنظار، لكن الناصور الشرجي يا جماعه اقدر استعين عن طريق الرنين المغناطيسي الام ار اي. كويس قوي. هنوصل لمرحله العلاج، احنا برضو هنقارن بين الثلاثه بالظبط. اولا اتمنى ان بدايه حلقتنا تكون اثرت في الناس قوي، الكشف المبكر. يعني انا هتكلم كتير قوي ان الثلاث امراض كل مرض فيهم لو كشف مبكر عنه وظهر ببساطه في الاول علاجه يبقى عامل ازاي. يعني كل مرض السادة المشاهدين لو انت جيت لي بدري اعمل ايه، ولو جيت متاخر اعمل ايه. انا هبدا كده في الثلاثه حتى نبقى حتى اهو بنثير اللعاب، لان الكشف البدري الكشف البدري ده مهم قوي جدا، وبيخلي الامور بسيطه والعاني روح وحبيبك ومبسوطين وتدخلات بسيطه. نبدا بالشرخ الشرجي. الشرخ الشرجي يمكن في اوله لو لسه في الاول هو قطع قطع في منطقه الدوره الدمويه فيها ضعيفه، بس انا كل اللي محتاجه ايه؟ ان القطع ده اعمله عمليه لحام التئام بالظبط كده، زي القطع اللي بيكشف شفايفنا مع احترام النموذج مختلف. كريمات، مراهم، العام بيخف. خدوا بال حضراتكم احيانا بيبقى التشخيص خاطئ من بعض الاطباء على راسي، ولكن لو التشخيص خاطئ ان دي بواسير بتاع ياخدوا السابوزيتوري اللبوس، التحاميل بلغه اخواتنا العرب، التحاميل بتخلي الشرخ يتفتح اكتر، يبقى الراجل العيان عمل اللي عليه وجي للدكتور بدري بس الدكتور ما قراش المرض مظبوط، كانت النتيجه اعتبر ان الشرخ ده بواسير ولا حاجه خطا، ده خطا علاج وبدا خطا علاج. خلينا بعيد عن اخطاء الاطباء، احنا اطبائنا والكواليفايد وممتازين. طيب لو الشرخ ده كان مزمن، يعني ايه مزمن؟ بدات تبان الزائده الجلديه عنده وده معناه تليف موجود في حدوده، هنا بقى بيبدا دورنا والليزر وتبدا اسطره الليزر بتاعتنا. الحال انيميشن بيوضح لي قوي ان وانا داخل باسطره الليزر دي انا بروح للشرخ لحدوده اعمل له عمليه استئصال. بص حضرتك معايا على الصوره والساده المشاهدين، انا داخل باسطره ليزر. الحقيقه الانيميشن بيديني صوره كاذبه شويه. انا احب استوقف الفيديو ده واوضح حاجه للساده المشاهدين. الفيديو ده اتعرض قبل كده والبرنامج من البرامج اللي ليها وعي قوي للعيانين، فبالتالي كتير من الناس اعتقد خطأ ان انا بروح امشي في الشرخ الحم واخفيه. لا يا جماعه ده انيميشن، ده شغل كرتون. الموضوع مش كده، الموضوع علميا ان انا بروح للشرخ اقطع حدوده المتليفه عن طريق الليزر، بس الشرخ قطع السمك بتاعه لا يتعدى ملي. يبقى لما انا بقطع الاجزاء المتليفه اصبحت الدوره الدمويه بتزيد، خصوصا اني بعمل ارتياح للعضله الشرجيه. طبعا الارتياح زمان بالجراحه كان عنيف، قطع في العضله والكلام ده اتمنع يا اخوانا، اتمنع. فاصبح بعمل عمليه ارتياح للعضله سفنكترو لايسيس، والقسطره اللي بستخدمها هي دي اللي عن طريقها بشيل الاجزاء، فهنا الشرخ بيدي ابيليتي انه يبدا يلحم ويقفل، لكن انا مش بقفله بالمشهد الانيميشن ده. واصريت على الانيميشن ده عشان اوضح للساده المشاهدين هي رسوم الكرتونية بتوضح فكرة بس. الفكرة، لكن التفاصيل مش بتبقى شبه الكرتون. احنا بقى بنعرفها للعيان واحنا بنتكلم معاه. ده طيب الشرخ، ده الشرخ الشرجي. شفته في اوله يا جماعة كان ادوية. بعد كده بدأنا نتكلم في الليزر. واضح قد كده، واضح الكلام. ايوه كده يبقى شخص بدري. نتكلم في المرض التاني البواسير. طب البواسير لو كانت في اولها دكتور، بعض الادوية التي تعتمد على دي كونجيشن، عدم احتقان للدورة الدموية، مش هنقول اساميها، كل الاطباء عارفاه. لما بكتب شويه ادويه، كريمات، سابوزيتوري، شوف انا بقول ايه بقى، لبوس للعيان اللي كان ممنوع في الشرخ، اللي كان ممنوع في الشرخ. يا جماعه العيان بدا يستجيب كويس جدا، والبواسير اترفعت، والدنيا جميله، والعيان مع احترامي انا عارف الظروف الاقتصاديه للناس خلاص خفيت يا سيدي، خفيت والله خفيت. لكن حضرتك سبت نفسك للبواسير تبدا تاخد درجات اعلى. تعال بقى نحاسب بعض، درجه اولى ثانيه ادويه، نبدأ من الدرجة الثالثة دور الليزر. أسطرت الليزر زي الأنيميشن برضو معانا كده اللي بيوريني إزاي الأسطرة تقدر تدخل جوه التمدد الدموي ده. أدي التمدد الدموي ظهر قدامنا، وأدي ده الدايليتور بتاع الموسع، ببدأ أدخل بأسطرتي. الأسطرة دي اسمها LHP LHP Laser Hemorrhoid Procedure. عن طريق القسطرة دي ببدأ أروح لعنق البواسير وأبدأ أحرقها. يا جماعة شايفين بتنكمش إزاي معايا؟ شايف حجمها بيقل إزاي؟ درجة ثلاثة، وأحيانا في بدايات الدرجة الرابعة. ولكن
هل كل درجات البواسير تتعالج بالليزر؟ لا، انا بيجي لي بواسير درجات رابعه، والحقيقه لما بيجي لي درجات رابعه بدانا نستخدم احدى الطرق العلاجيه اسمها الدوبلر. وموضوع الدوبلر انا عايز اكد عليه كويس قوي. الدوبلر هو فكرته ايه ببساطه؟ انا بديهي عندي بواسير بقت مدلدله بزياده يا جماعه، انا عملت حالات والله يا دكتور ايمن انا ممنوع اذاعتها، بس قد ايه حاجات خارجه جدا من العيان وتقدر تلمها جوه. يا جماعه مش كل حاجه الليزر ينفع. انا لو اديت ليزر للدرجات الرابعه المتاخره بالمشهد ده انا تليف، عملت تليف للاوعيه الدمويه، بس العيان عنده حاجات خارجه منه ما اترفعتش. بنعمل ايه؟ نبدا نجيب الدوبلر. دوبلر ده بالمناسبه الجهاز اللي انتم شايفينه لطيف قوي ده. ده الدوبلر. الدوبلر ده فكرته ان انا لو جيت وصلته بجهاز ماشين عندي، الدوبلر ده لو حطيته هنا على الشريان بتاعي يبدا يدي صوت. لو حطيته في نسيج ما فيهوش دوره دمويه الصوت يروح. دي فكره الدوبلر ببساطه. قياس التدفق الدم او معرفه التدفق الدم، معرفه اماكن تدفق الدم. انا بجيب منظار، منظار اشاره جي بسيط حاجه معروفه يعني. ده الدوبلر بتاعي. ببدا اجيب الدوبلر معايا هنا، بصوا حضراتكم اركبته. اول ما بحط الدوبلر هنا وببدا ادخل على الشرج ده دايره، ببدا ابحث فين الصوت، فين صوت الدوبلر العنيف. وانس وصلت له خلاص انا شخصت مكان البواسير من اول. ببدا ادخل واتعامل معاها بتكنيك الدوبلر واشيلها وابدا اشد البواسير معايا لفوق، وتلاقي البواسير اللي بقت مدلدله قد كده اهو تبدا تترفع معايا لحد فوق. العيان بيخرج بعد العمليه بعد ما بشيله البواسير بتاعته بالدوبلر بتبقى نتائجه هايله. هل ممكن الناسور بقى، فاضل الناسور؟ الناسور الناسور الجزء الاخير. ايه علاج الناسور؟ قصته بقى نرجع تاني برضو للساده المشاهدين. الناسور مع الاسف في علاجه ملوش بدري ومتاخر. ليه؟ لان بمجرد ما بقول ناسور ظهر عند العيان ده بالنسبه لي متاخر. يعني وانس ظهر ناسور كده العام متاخر. لكن لو رجعنا لسبب الناسور، الدمل. الدمل اللي كان حوالين الشرج، لازم اول ما تلاقي دمل تيفاكيويت. برافو عليك، تفرغ. ياما حالات جت لي واقول له حضرتك خد بالك ده دمل حوالين الشرج ولازم يتفتح. الف بيت طب هفتحه بعد العيد يا دكتور. يا عم الله يخليك افهمني، ده هيفتح جوه ويعمل ناسور. فهنا بنقول الف ب dont wait for fluctuation. فاكر القاعده دي؟ ما تنتظرش في البري ان الابسس، ما تنتظرش ان الابسس. شفت حضرتك تذكرتها معانا. يقولوا عليه يستوي الفلكتويشن. الفلكتويشن dont wait. القانون عندنا في الطب يا جماعه دكتور ايمن عارفه وكل زملاء الاطباء، ما استناش لما يستوي الدمل ده بالذات. احنا عندنا قاعده كده يقول لك اصبر ما يستوي. ده في الدمامل الاخرى. الاخرى الا ده، الا ده. لان معنى انه يستوي معنى كده انه دخل عمل الناسور الشرجي. طيب الناسور موجود بنعالجه ازاي؟ هنا بقى بنقول للناس وانس بمجرد ما الناسور موجود لا في تدخل، خلاص انتهى الكلام. بس انا قلت من ضمن فحوصاته الرنين. ادي الدمل بنفضيه، وده تكوين الناسور اللي موجود. عشان اتكلم على العلاج بتاعه، الازرق ده حاجه اسمها السيتون يا جماعه. انا هتكلم عنه دلوقتي بس عشان الانيميشن يكمل معايا. خدوا بالكم السيتون ده لو صوره تقف عند اللقطه دي اكون شاكر جدا يعني. الحقيقه السيتون هو اللي قدامي ده، انا حابب العيان يشوف معايا كل حاجه. يعني تخيل ده 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 دي انبوبه بسيطه جدا. الانبوبه البسيطه الدايره دي انا بعمل بيها ايه؟ انا باجي للناسور وبعد ما بتاكد بالرنين المغناطيسي انه موجود سواء عالي او واطي، السيتون دي هي بلاستيك تيوب بدخل من الفتحه الخارجيه للداخليه زي ما كانت الصوره بتعرضها دلوقتي، وابدا اعمل تكنيك من اتنين او حاجه من اتنين. يا اما اربطه فيري تايت، اربطه جامد قوي. طب ليه؟ لو ناسور عالي، لان الناسور العالي الفتحه العاليه دي كل ما بربط جامد قوي انا بخلي الفتحه تبدا تقل وتنزل معايا تدريجيا. اذا هذا السيتن اقدر اول خطوه من عمليات الناسور اني اقلل الفتحه العاليه واطيها. دي حاجه كويسه جدا عشان الناسور الواطي بعد كده ابدا استأصله واشيله بالليزر. طب وافرض كان الناسور واطي يا دكتور، هنا بقى بستخدم السيتون بقى حاجه اسمها لوز. الصوره اللي كانت قدامنا دي اللوز، بدخل من الفتحه الخارجيه للداخليه وبربط عليهم ربطه بسيطه قوي اقل حاجه اسبوعين. الساده المشاهدين اللي عنده ناسور ارجوكوا ما يجيليش العياده غير هو معاه ام ار اي. ده قاعده. هيضيع وقته، هيضيع فلوسه، مش عايزه. اعمل رنين
والله بقول لهم حتى كده اعملوا رنين وتعالوا. لما بيجي بالرنين انا بحدد عالي ولا واطي. عالي بقول له هركب لك السيتون ده دكتورنا، السيتون ده نقلل نوطيه. طب وطلع واطي، بركب له السيتون ده وبربطه لمده اسبوعين. بعد الاسبوعين ان شاء الله نبدا خطوه كويسه جدا هي خطوه الليزر. يبقى اذا الليزر ما ينفعش من الخطوه الاولى لحالات النسور الشرجي. اكيد هنستمتع بمقارنات تاني، يعني يا ريت احنا نكمل على المقارنات لان هي خدت وقت حلو جدا، بس عايزين نزود فكره المقارنات. يعني دي حاجه عشان برضو نبين للناس انه الامراض فيها تشابه لكن فيها اختلاف. بالظبط الكشف المبكر مهم جدا في كل حاله مرضيه. مفيش مرض اخطر، كل مرض بيصدق عليه الكشف المبكر هنا يفرق معنا جدا. بالظبط بالظبط يا فندم، انت نورتني واسعدتني. اشكرك جدا وابدعت كالعاده في ديفرنشال دياجنوز مهمه قوي بين امراض الشرج وبعضها. ضيف العزيز الاستاذ دكتور وائل متولي، استشاري الجراحه العامه وجراحات امراض الشرج وعضو الجمعيه الملكيه والاوروبيه والمصريه، وطبعا الاسم المتميز في عالم جراحات الشرج، كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا ما هو الفرق بين امراض المنطقه الشرجيه وبعضها البعض من ناحيه التشخيص من ناحيه العلاج. هذا أمر مهم جدا، خليكم دايما مع الناس الحلوة. احنا عندنا في الجامعة في ماجستير اسمه ماجستير تجميل الأسنان، تخصص علاج الجذور، هو تخصص دقيق. ميدل إيست بصفة عامة احنا بنتكسف من المرض، وحنتكلم على عيان مش عارف ياكل ومش عارف يتكلم وشكله متأثر جدا جدا جدا. في عالم الطب كله في ما يسمى الآن بإيرة العمل الجماعي في العالم وفي مصر. دي ميزة ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. اسمح لي أن أرحب بنجوم وايتي. المواطن المصري المواطن العربي بيجي لك غالبا عنده مجموعة من المشاكل، بتعمل لها بلان وخطه وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزه ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. ايه الصعوبات اللي واجهتك في طول 18 سنه اللي فاتت؟ اغلى واعلى راس مال يبقى عندك هو الناس، هو الدكاتره. ده علم يقولوا دايما علينا في كل حته في العالم، احنا بارعين جدا في العمل الفردي لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، أهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية، الوظيفة والشكل. عمل فردي لا أنت فاشل. الابتسامة دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصة، وده غلط. حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معا، ولا أنا غلطان؟ إحنا مستحيل هنعرف نحضر الأسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي إحنا عاوزينه. احنا اللي بنقرر. الحشوات برضو نفسها مش معموله من ماتيريال واحده، ترتيب الشغل ما بينها دي اهم حاجه في زراعه الاسنان. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ كل حاله بتجيلنا هي اهم حاله عندنا، فبالتالي لازم تطلع احسن حاله. لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جدا خصائص كل ماده. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه. احنا عندنا دلوقتي الحاله بيقعد نتكلم معاه، واحنا بنتكلم معاه 80% من الكشف حصل. ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جدا انه يرسي ان طب الاسنان في مصر ينافس بقوه في الشرق الاوسط، بل ربما يتحدى ويصل الى الرياده. هو الفكره ان انت تلاقي منتخب زي ده، منتخب زي ده، منتخب زي ده. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. أهلا بكم. الحقيقة في عالم الطب كله في ما يسمى الآن بإيرة العمل الجماعي في العالم وفي مصر.
دايما كان المصريين يقولوا دايما علينا في كل حته في العالم احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، الوضع مختلف تماما، وخصوصا في عالم طب الاسنان. طب الاسنان دلوقتي العمل الجماعي بقى فرض، بقى مفيش حد يقدر يقول ان انا هعمل منظومه ناجحه تتعامل مع مشاكل طب الاسنان ومشاكل المرضى الكبيره جدا في مصر، واللي الحمد لله الشعب المصري بدا والشعب العربي بدا يتقدم جدا في ثقافه الاعتناء باسنانه، الا ما يكون في عمل جماعي. ضيفي العزيز استاذ دكتور نور الدين مصطفى، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور، وحشني جدا. وانت جدا جدا جدا. اسمح لي ان ارحب بنجوم واي تي. طبعا دكتور نور، صح؟ طبعا طبعا. واي تي إليت، مش انت سميته؟ عشان بننقل مستوى العلاج لمستوى جديد، فقررنا ان احنا نسميه واي تي إليت عشان نقول احنا بنقدم خدمه لناس إليت بشكل إليت او بشكل متميز يعني. وطبعا الاول انا بقول ان انا محظوظ جدا ان ربنا اكرمنا، وان انا بقيت مع فريق زي الناس دي. يعني انا راس مالي كله هو الفريق ده. المواطن المصري، المواطن العربي، ربما لفترات طويله اهمل في اسنانه، فبيجي لك غالبا عنده مجموعه من المشاكل طبعا ما يقدرش يحلها شخص واحد. الحته دي عايزك تشرح لي شويه قبل ما ندخل في نقاشنا مع الفريق. طيب انت النهارده واحد بقى له 5-6 سنين ما جاش لدكتور اسنان، عنده التهاب في اللثه، احتمال يكون خلع اسنان، احتمال يكون عنده احتمال يكون محتاج تجميل. فبالتالي فكره ان هو يخش للدكتور يعمل له علاج اللثه ويعمل له التركيبات ويعمل له علاج العصب ويعمل له الزراعه، الفكره دي عالميا خلاص ما بقتش موجوده. تيجي تعمل علاج عصب لسنه، بعد ما تعملها والكيس تدفع فلوسها، تيجي تعملها تركيبات ما تنفعش. طب انت عملت ليه علاج العصب من الاول؟ علشان ما عندكش بلان، او ما عندكش الفريق اللي بص فقال لك دي ينفع تتعمل علاج عصب، وبعد ما تتعمل دكتور التركيبات قال لك لا دي ينفع تتعمل تركيب. لان لو ما تنفعش تعمل تركيبه يبقى هتحول الحاله كلها لمين؟ لدكتور الزراعه، عشان هيخلع عشان هيعمل زراعه. يبقى انت الحاله ما تفضلش تلف وتروح عند دكاتره كتير، هي في نفس المكان بيتعمل لها بلان وخطه وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزه ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. اسمح لي ان احنا نناقش اعضاء من فريقك. على فكره يعني انا اعتقد ان احنا هنعمل سلسله مع الفريق طبعا، وهذه السلسله النهارده هناخد جزء، معلش هنتعبكم تاني ونيجي تاني وناخد جزء، يعني هنعمل على الاقل 3 أو 4 حلقات. والناس لازم تتفرج. انا بدعو طلب الطب الاسنان يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا، بدعو كل دكاتره الاسنان الشباب يتفرجوا على الحلقات دي كويس جدا، بدعو كل مرضى العالم العربي اللي عندهم مشاكل في اسنانهم يتفرجوا كويس جدا، لانه احنا هنقدم حاجه اسمها نموذج العمل الجماعي. لو ما لقيتش هذا النموذج للعمل الجماعي في اي حته في اي بلد عربي في طب الاسنان، انت مش داخل مكان طب اسنان جيد. انا في رايي كده. تمام، هنبدا بضيفي العزيز الاستاذ دكتور ماجد زهدي، استاذ مساعد التركيبات الثابته وتجميل الاسنان. اهلا بيك يا دكتور ماجد. اهلا بيك يا فندم، منورنا وسعداء بوجودك معنا النهارده. لكن انا طبعا عايز اسالك سؤال صعب قوي، وكان دايما الدكتور نور بيتكلم عنه في مطلع او في كتير من الحلقات، الخطه العلاجيه. هسالك الاول على الخطه العلاجيه، ايه المقصود بالخطه العلاجيه؟ هل ال دكتور ماجد المواطن المصري والعربي، وانتوا ليكم سمعه ما شاء الله في المنطقه العربيه كويسه جدا، عنده ادراك للمعنى الكلمه دي، ولا بيدخل تقول له الخطه العلاجيه يقول لك ايه الكلام الجديد اللي انتوا بتقولوه احنا ما سمعناش عنه قبل كده؟ ما هو ده كلام بجد بقى. تمام. واحنا يمكن فعلا فكره التخصص دي من اكتر الحاجات اللي احنا كلنا بنؤمن بيها، لان زي ما حضرتك قلت محدش يقدر يعمل كل حاجه بنفس الكفاءة. بالذات انا هتكلم على الجزء اللي يخصنا اللي هو التجميل والتركيبات الثابتة. ده علم، احنا عندنا في الجامعة في ماجستير اسمه ماجستير تجميل الاسنان. فده معناه ان احنا عشان نقدر نعمل تجميل بطريقة مظبوطة لازم الناس اللي تعمل الكلام ده يكونوا متخصصين في الجزء دوت. فاحنا هي دي الفكرة، فكرة الفريق ازاي ان يبقى في ناس متخصصين عشان يقدروا يوصلوا للنتيجة اللي المريض عايزها في الاخر. أهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية. طيب إيه مفهوم الخطة العلاجية ديت؟ إن المريض من أول يوم هيجي لنا يتعمل له تشخيص كامل، بنشوف كل المشاكل اللي موجودة عند المريض، بتبتدي تتكتب بالترتيب، تبتدي تتحط ليها العلاجات المختلفة، بنبتدي نتناقش مع المريض بحيث إن إحنا نقدر نوصل للحاجة اللي هو عايزها بأسرع وقت وبأقل مجهود أو تعب ليه، مع الحفاظ على الأسنان. طب عشان نقدر نعمل الكلام دوت
ما ينفعش تخصص واحد يقدر يعمل الكلام ده، ده لازم كل مجموعة التخصصات اللي هي تركيبات، تقويم، علاج جذور، علاج لسة. ففعلا زي ما الدكتور نور قال، هي بتبقى خطة كلنا بنقعد وبنعمل النقاش بتاعنا عشان نوصل للخطة العلاجية ديت، وبيتم إبلاغ المريض بيها قبل ما نبتدي الشغل. يعني أول ما بيجي لنا المريض وخلاص حطينا له الخطة العلاجية، من أهم الحاجات إن احنا ناخد الأبروفل بتاع العيان على الشكل اللي احنا عايزين نوصل له، عن طريق إن احنا نبتدي نعمل تصميم للابتسامة. طيب أحمد محسن المدرس المساعد للتركيبات الثابتة، واضح إن أنتوا برضو عندكم حتة انتماء يا أحمد للفروع داخل بقى. نشوف، بص ماجد قال لك إيه، ده فريق التركيبات الثابتة، إحنا الجامدين، واخد بالك كلهم إيه واخدين الحتة الأولانية وبتاع. هنشوف بقى الفرق اللي جوه الفريق. أنت صح كده؟ صح. أنا بدأت ألقط برضو حاجة. طيب قول لي بقى إيه 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 الـ إيه الـ 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 احنا هو بصلك الكوره في ملعبك في حته مهمه جدا، حته القرار النهائي في الخطه العلاجيه، صح كده؟ صح كده. هو المريض لازم يكون فاهم ان احنا ما عندناش اسطمبه كل المرضى بتطلع نفس الشكل، وده الغلط اللي بيقع فيه تلات ارباع او معظم كتره السنان. هو اسنان مرصوصه زي ما بتقول بكده، وصفها باسنان شيكليتس بيضه كله شبه بعضه، انت زي اخوك زي ابن عمك، وده غلط. هي الابتسامة بتبقى مصممة خصيصا ليك بأبعاد ببروبورشنز بنسب معينة، لازم تبقى متقاسة كويس قوي. فعشان كده زي ما دكتور نور دايما يعني ماشيين بالسيستم ده، احنا المريض بيدخل، بعد ما بندخل بعد ما بتفق معانا على خطة التجميل بتصور صور من انجلز مختلفة، صور دي تبقى هاي ريزوليوشن وديجيتال، وبتصور بالديجيتال عشان نعرف نعمل الديزاين، والمريض لازم يشوفه ويبقى عارف ان هو مخصص خصيصا ليه. الابتسامة دي تنفع لفلان، ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله يبقى نفس الرصة، وده غلط. لازم المريض يبقى عارف زي ما دكتور ماجد شرح ان هيتعمل له ايه بالظبط. ما ينفعش المريض، طبعا رايه المهم وكل حاجه، بس المريض مش دكتور، المريض يوجه للصح ليه. فالديزاين ده مهم قوي، المريض يشوفه يابروف عليه، ممكن ناخد رايه في حاجات معينه ونفهمه، حتى لو ليه تطلعات اكتر من كده بيبقى عارف ان في ليميتيشنز، في سقف للحاجات دي، فيبقى عارف انا هوصل لشكل ده واحنا نعرفه ازاي هيوصل له باحسن طريقه ليه. عظيم. هنروح للدكتور محمد مصطفى اخصائي التركيبات الثابته وتجميل الاسنان. ما زلنا مع فريق التركيبات اللي النهارده يعني متصدر المشهد. انا بادئين بيه، بس بادئين بيه على فكره كل الاقسام مهمه جدا جدا جدا، الدوري شغال ونشوف مين اللي هيكسب. المكسب الزمالكاوي ماشي. قول لي بقى محمد، تجميل الاسنان اهميته كبيره في عالم الاسنان عموما، صح؟ مظبوط، تمام. التحضير بقى. والتحضير جزء مهم جدا في التجميل. مظبوط. يعني التجميل في عالم طب الاسنان ده راجل حاجه مهم، بس التحضير في التجميل هو حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معه، ولا انا غلطان؟ لا بالظبط كده، تمام. قول لي بقى، احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه، فاحنا لازم نفكر احنا عايزين نوصل لايه ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي، ونبتدي نحضرها بالطريقه المظبوطه بقى عشان نوصل لها بالطريقه المظبوطه، بحيث لا انا اقلل من التحضير بحيث الريستوريشن او الفاينل يطلع بالكي شويه او بارز قوي، ولا انا اشيل زياده من السن فاضطر اعمل علاج عصب ملوش داعي. تمام. على سبيل المثال مثلا عشان احنا بنبص على الديزاين، فتمام، فاحنا عندنا مثلا فراغات مثلا بسيطه بين الاسنان، عايزين نغير في لون السنه، نطول السنه حاجه بسيطه، فاحنا مجرد بنعمل تخشين للسطح الخارجي من السنه وبنحط عليها قشره تجميليه ونسيب السطح اللي جوه ما نلمسوش خالص. في بعض الاحيان ما نقدرش نعمل الفينيرز او العدسات اللاصقه التجميليه بتاعه الاسنان دي، فبنعمل التحضير ازيد شويه لما يكون السنان بارزه لبره، لو مثلا عندنا في حشوات كتيره في الاسنان فنضطر نعملها بروتكشن او حمايه اكتر بعد علاج الجذور، فبنضطر نعمل التحضير داير ما يدور حوالين السنه، بيبقى اكتر شويه من تحضير الفينيرز او القشور دي، قشور التجميليه البسيطه دي، وبنعمل كراونز عليها. تمام. تمام، هو ده بالنسبه لتحضير الاسنان. لازم نشوف عايزين نوصل للديزاين، الديزاين بتاعنا هيبقى عامل ازاي، ونحضر الاسنان على اساسه. طيب محمد، في التحضير المريض بيبقى متوتر جدا، يعني قاعد لانه لسه ما شافش، وانت دلوقتي بقى ايه، هو كان جاي بمشاكل وانت دلوقتي في حاله التحضير اوريدي، ما كانش ماليش ما فيش حلول لسه بانت، الدنيا لسه ما نورتش زي ما بيقولوا، ازاي بتعمل مع نفسيه المريض في الحاله دي؟ المريض عامه بيبقى شايف الشكل اللي هيوصل له في الاخر قد ايه، وده بيبقى اكبر موتيف ليه اللي هو يبتدي الشغل او يبتدي العمليه التجميليه. بتوري له الحاجه طبعا، بيوري له شايف شكل الديزاين قبل ما يبدا، وشايف شكل التحضير بتاع الاسنان قبل ما يبدا، يعني عندنا صوره شكل تحضير الفينير او القشره تبقى عامله ازاي، وصوره ثانيه شكل تحضير الكراون، ومودلز كمان لشكل تحضير الكراونز بيبقى عامل ازاي يعني،
فهو بيبقى متخيل الشكل اللي هيوصل له هيبقى عامل ازاي. حتى احنا بعد ما بنخلص التحضير في بعض الاحيان بندي المرايه للعيان يشوف شكل الاسنان بعد التحضير عامله ازاي. شوف هي تبقى بالظبط زي الصوره او زي الموديل اللي هو شافه قبل ما يبدا الشغل. عظيم. طب تعال نروح بقى للدكتور باسم محمود اخصائي تركيبات الثابته. ما زلنا في برضو التركيبه صح كده؟ طبعا. التركيبه كل اللي قاعدين الفريق ده كله تركيبات. تعال بقى خد بالك يا اخي. ما انا عارف ما انا التركيبات مسيطر. خد بالك. مسيطر. المواد الماتيريال دي ده عالم وعالم رهيب طبعا مظبوط. والناس وصل لها معلومات من خلالنا. بدأنا نتكلم على الزركونيا، بدأنا نتكلم على الإيماكس، بدأنا نتكلم على انا هنافسكم بعد كده. احكي لي على المواد. هو التركيبات الثابته عموما ليها يعني مواد وماتيريالز كتيره جدا، وكل ماتيريال ليها بروبرتيز او خصائص مختلفه عن الثانيه. فور اكزامبل مثلا في ماتيريالز تتميز ان هي درجه لونها ودرجه الشفافيه بتاعتها شكلها بيبقى ناتشرال جدا، فدي غالبا بنعملها في الاسنان الاماميه. وفي تركيبات زي مواد زي الزيركونيا دي بتتميز ان هي عندها قوه صلابه وقوه تحمل عاليه، فدي غالبا بنستخدمها في الاسنان الخلفيه. فلازم الدكتور المتخصص يبقى عارف خصائص المواد دي كويس جدا. يعني ما ينفعش ان يبقى الطبيب نفسه يبقى يعمل مثلا حاله زيركونيا، مع ان في دلوقتي ريسنت المونوليثيك زيركونيا ده ممكن نستخدمه ماتيريالز، بس ما بديناش نفس الدرجه الجماليه زي الاي ماكس مثلا. بس لازم يبقى الدكتور عارف كويس جدا خصائص كل ماده في استخدامها، وده على زي ما دكتور محمد قال برضو ان كل ماده ليها طريقه تحضير معينه. يعني زي مثلا انا هعمل زيركونيا، فزيركونيا مثلا بتحتاج تحضير اكتر شويه من العدسات اللاصقه اللي بتستخدم زي الايماكس مثلا. فلازم ده بحر، ولازم الدكتور متخصص يبقى عارف خصائص كل ماده وكل ماده بنستخدمها في ايه بالظبط والكلام ده كله. بيحصل خناقات بينكم وبين بعض؟ انا هسال الدكتور ورجع لك نفس السؤال. بيحصل خناقات بينكم وبين بعض؟ مثلا انت شايف ان من الناحيه الجماليه هذه الحاله تستحق نوع معين من المواد، تمام، بس الراجل عنده عضه شديده وبيعض او عنده مشاكل فبيعض على اسنانه، حد يجي يقول لا ال 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 الماده دي مش هتستحمل مع الشخص دوت، فارجوك غير حد من الفريق. لا مش حد من الفريق ولا الدكتور ولا الحاله. الحاله نفسها ممكن تقول لو عندها ثقافه. الحاله ما احنا اللي بنقرر. وبنقرر انت شايف الفريق عامل ازاي. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ الفريق الطبي الواعي بيعمل موديفيكيشن صح او ما بيتخض. في ناس اول ما يجي يشتغل ومش دارس الحاله كويس، اول ما يبدا يشتغل ويخش في الموضوع يلاقي الدنيا بدات تبوظ منه ومش عارف يلمها. لا، لما يبقى عندك فريق طبي دارس كويس وعنده خبره، وده مهم جدا. احنا عندنا ناس في الفريق ده عامله اكتر من 5000 حاله، فبالتالي خبرته اليدويه عاليه جدا. الخبره بتخليك وانت بتتعامل مع الحاله مطمن. دكتور فريد عماد الدين، دكتور فريد ازيك؟ فريد عندك سؤال مهم قوي بقى قوي. عايز اسالك على واحد من الاجهزه اللي كانت او احدثت حاله من حالات الثوره في عالم طب الاسنان. كان الاول اقصد بيه جهاز السيرك. جهاز السيرك احدث ثوره، لانه كان دايما الناس عندها تخوف انها تيجي طب الاسنان لاي سبب من الاسباب عشان الوقت. جهاز السيرك تحدى الوقت بقى، خلاص العيان يجي عنده مشكله جهاز السيرك بيصلح له وبيعمل له الحاجه وهو قاعد. فاحكي لي عن جهاز السيرك قد ايه افادكم. السيرك احد الانواع والاسامي التجاريه لفكره الكات كام نفسها. حضرتك تطرقت النقطة ان موضوع الوقت والسرعه والكلام ده كله. طبعا الوقت والسرعه مهمين جدا ومن اهم الحاجات طبعا بالنسبه للمريض، بس ما ياثرش على حاجات معينه. حاجات معينه في صناعه التركيبه في وقتها، في لو احنا زي ما دكتور نور كان بيتكلم ان احنا في حاجات بعض الحالات بنحتاج ان احنا نعمل بعض التعديلات في اللسة في الكلام ده كله، سرعه التركيبه مع اللسة والكلام ده كله مش بيبقى مظبوط. وهو ده بقى فايده فريق العمل والتيم بتاعنا اللي يقرر اللسة لا محتاجه نقعد شويه، محتاجه نستلم تاني يوم، محتاجه نستلم تالت يوم، الكلام ده كله. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه، انا ما فيش ثيرد بارتي او طرف تالت معانا في الموضوع اللي هو المعمل. المعمل كان طرف تالت بالظبط. هو لا شاف العيان، لا شاف وش العيان، لا شاف شفايف العيان، لا شاف التحضير اللي معمول، لان المقاس ده مهما كان دقيق
الجبس اللي هيتصب بيه المقاس مهما كان دقيق، التكنيشن او الفني المعمل مهما كان متمرس وكويس برضو مش هيبقى زي الدكتور اللي شايف الحاله ومحضرها. يعني انا بقعد بصور العيان وابتدي في الديزاين، دكتور محمد او دكتور ماجد او دكتور احمد محسن اللي حضروا وشافوا الحاله قاعدين معايا بيشوفوا احنا رسمنا هنا ايه، حضرنا هنا ازاي، عملنا ايه. كل القصه دي بتقلل اعادات التركيبات وبتحسن دقتها وشكلها والديزاين بتاعها. ده غير ان المريض بيشترك معايا، يعني المريض صعب ان انا اخده معمل اوريه له، حتى لو استنيت 3 4 ايام قبل ما المعمل يجيب لي الحاجه ويبص عليها. هو ليه؟ هو المريض يشوف الديزاين او التصميم بتاع الابتسامه اللي هو موافق عليه في الاول على ارض الواقع بس على الكمبيوتر بشفايفه بوشه باللثه بتاعته بالكلام ده كله، ويقدر يقرر من خلاله لا ده مناسب، لا يا دكتور طب ممكن نعمل شويه ادجستمنت. المريض ما بيبقاش الموضوع بالنسبه له سيرتن ومظبوط 100%، لازم يبقى عنده تغيرات، لازم ياخد راي الناس، لازم يستشير. وجود ده كله مع المريض في خلال يوم او يومين يجي يشوف الديزاين، ابعته له باي سوشيال ميديا ابلكيشن او اي حاجه ان هو يشوفه ومن البيت يقرر ويعدل ويوريه لقرايبه ويوريه لمامته ويوريه، يعني ايا كان الكوميونتي اللي هي او اللي هيوريه لهم يوريه مراته بالظبط. اي حد بقى لما الست دي جبت كل الناس عايزين مشاكل او خطيبته او بس. فهي بتبقى الموضوع ان العيان المريض يعني داخل معانا في القصه قوي، شايف قوي ومقرر قوي، وده بيقلل مشاكل استلام ومفاجاه استلام التركيبات بتاعتنا في الاخر. اسمحوا لي نرحب بضيف العزيز طبعا الدكتور محمد السمراء، استشاري تقويم الاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، اسم متميز وكبير. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا. التقويم مهم، وسؤال يعني كلاسيكي جدا، متى نلجأ للتقويم؟ يعتقد البعض ان التقويم ما ينفعش للناس الصغيرة، ايه رأيك في هذا؟ او للكبير، او للناس الكبيرة قوي ولا الصغير؟ لا، هو الحقيقة التقويم ملوش عمر محدد، لانه بيعالج مشاكل متعددة، مشاكل في الاطفال ومشاكل في الكبار. لكن هو عشان خاطر الواحد يبقى دايما في الجانب الصحيح لازم يبقى على طول يعمل متابعة مع المتخصص في التقويم من أول سن الطفولة، يعني من أول ما يبدأ الواحد يبدل أسنانه لازم يكون ولي الأمر مهتم بأنه هو ياخد ابنه أو بنته ويروحوا للمتخصص في التقويم. يعني نقول سن 7 سنين 8 سنين لازم يروح ويشوف، حتى لو هو مش ملاحظ أن فيه مشكلة. وفي بعض الأحيان بلاقي فيه أب وأم مش ملاحظين المشكلة أصلا، ممكن أتجنب عمليات جراحية لو عملت تقويم بدري. فكل الحاجات دي مهمة طبعا في مجال التقويم، في عالم التقويم. طيب دكتور مصطفى طه، سؤال مهم جدا، وهو طبعا استشاري جراحة الفم والأسنان ومدرس جراحة الفم والأسنان من جامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا. سؤال يعني هيبقى مهم قوي عن مفصل الفك، هذا المفصل اللي مشاكله كتيرة جدا. برضو بما أننا نحن نتكلم عن التقويم، التقويم الجراحي عايزك تحكي لي عنه حاجتين مهمين. طيب حاجتين مهمين. اول حاجه مشاكل مفصل الفك، هي يعني الناس ممكن تستغرب ان الموضوع ده بقى منتشر جدا. احنا بنتكلم تقريبا من 15 ل 20% من الناس المصريين او غير المصريين بيعانوا من عرض من اعراض مفصل الفك، بدايه من طرقعه وبيفتح وبيقفل بقه، بقه بيعلق مش عارف يفتحه كويس او فتحه مش عارف يقفله كويس، الام شديده مع الكلام ومع الاكل. فده منتشر جدا جدا جدا، اسبابه متعدده وفيري كومن او شائعه جدا. زي لو العضه مش كويسه، وهنا ياتي دور التقويم، لو حد من هو صغير عضته مش كويسه دي ممكن تؤدي الى بعض مشاكل في مفصل الفك. لو بيجز على اسنانه الضغط العصبي، لو عمل حشوات او تركيبات مش معموله كويس، مش متراعي فيها المسافه بين الفك العلوي والفك السفلي، دي كلها حاجات بتؤدي الى مشاكل في مفصل الفك. علاجه برضو حاجات تتدرج من حاجات بسيطة جدا لعمليات كبيرة، على حسب المريض ده جالنا بدري ولا جالنا متأخر. يعني احنا عادة بيبتدي معاه بحاجات اسمها نايت جاردز أو عضادات بتقلل الضغط على مفصل الفك. ممكن نطلع بعد كده لحقن بوتوكس، أو ممكن نطلع بعد كده لحاجة اسمها منظار على مفصل الفك، وفي حالات بسيطة جدا ممكن نحتاج نعمل تدخل جراحي. ده بالنسبة لمشاكل مفصل الفك. التقويم الجراحي بقى، هو زي ما قال دكتور سمرائي في مفروض علاقة ما بين الفك العلوي والفك السفلي. عند بعض الناس بقى عندهم بروز جامد في الفك العلوي أو بروز جامد في الفك السفلي. هنا مش بتكلم المشكلة جاية من الأسنان، هي جاية من العظم نفسه.
هنا بنحتاج ان احنا نعمل عمليه عشان نصلح البروز دوت. قرب المايك. محتاج نعمل عمليه عشان نصلح البروز دوت، وطبعا برضو محتاج برضو التقويم معانا، يعني محتاج التقويم يتعمل الاول عشان يحسن الوضع للعمليه ديت. هنروح بقى للدكتور ابراهيم الاباني اخصائي المتخصص في جراحه وزراعه الاسنان، وهسالك سؤال لاول مره يمكن نساله ونتكلم فيه بالتفصيل، الخلع الجراحي، وعايز اعرف ايه الفرق بينه وبين الخلع العادي، وبعدين بعد الخلع مباشره هل هتسلمه للدكتور هيثم يعمل زراعه على طول ولا المساله تبقى عامله ازاي؟ طيب هو في الاول زي ما كان دكتور هيثم بيقول الموضوع بيمشي كسيكونس او كتسلسل. اوكي اول حاجه غالبا معظم حالات اللي بتتطلب خلع جراحي بيكون حالات دروس عقل مدفونه. اوكي طيب دلوقتي انا عايز اعرف هل الضرس ده محتاج يتخلع اصلا في الاساس ولا لا؟ فابتدي اشوف المعطيات اللي قدامي، بنبتدي نعمل دايجنوزز او بنعمل كشف. طبعا لازم يتعمل اشعه على الضرس ده، ولازم يتعمل في نفس الوقت كشف على اليونت او على كرسي الاسنان عشان نقدر نحدد هل المشكله فعلا جايه من الضرس ده ولا ممكن تكون مشكله في منطقه مجاوره، بس الوجع زي ما بنقول حاجه اسمها ريفيرت بين، او الوجع ما اقدرش احدد مكانه فين بالظبط. يعني المريض بيكون جاي لي انا عندي وجع في المكان الفلاني بس مش قادر يحدد فين بالظبط. اوكي فبشوف المعطيات دي وابتدي احدد هل الضرس ده مثلا ممكن يكون عامل لي تاكل في السنه اللي جنبها، ممكن يكون مدفون عامل مشكله قريبه من العصب او حاجه، فبحتاج ساعتها تدخل جراحي ان انا اخلع الضرس ده. بعد كده حضرتك كنت بتتكلم ان هل بعد الخلع ده ممكن نزرع ساعتها على طول بالظبط. على حسب الحاله، يعني لو بنتكلم في سنه ثانيه، في حاجه مثلا قدام او حاجه غير ضرس العقل، ببتدي اشوف المعطيات برضو اللي موجوده قدامي، ببتدي اشوف الحاله العامه للضرس ده. يعني ممكن نقول مثلا في ضروس بتتخلع بس نبقى شايفين في الاشعه ان في تحتها مثلا كيس دهني او تحتها خراج او حاجه، فده بالتالي بيؤدي الى ان الزرعه ممكن يبقى فيها مشاكل قدام لو اتزرعت في ساعتها. لكن فاحنا يعني بنضطر ان احنا او بنستنى شويه لغايه ما العظم يلم، بنشيل طبعا الحاجه الموجوده دي، العدوى الموجوده دي، سواء كانت خراج او كيس دهني او كده، وبعد كده بنسيب العظم يلم، وبعد كده بنبتدي نقدر نزرع. لكن لو الحاله كويسه ومفيش فيها اي مشاكل وتسمح ان احنا نقدر نعمل الاميديت امبلانت ده، بنقدر نعمله. عظيم. هنروح للدكتور هيثم صبحي طبعا ماجستير علاج الجذور، وبرضه ما زلنا في علاج الجذور، وبيعجبني جدا ان كل عيله عندك بعض يعني انا بسال يعني مصطفى يعني برضو ايه زي ما بيقولوا بالواسطه كده بالبتاع بزودت انا كده حته له، فقال لي لا انا عايز دكتور مصطفى. ماشي الدكتور هيثم قول لي الـ يعني برضو عدد الجذور ودور الاشعه المقطعيه اللي برضو يعني الدكتور مصطفى مر عليها، وطبعا دكتور نور يعني اتكلمنا على الاشعه المقطعيه، وهل المكان اللي ما فيهوش اشعه مقطعيه ده يعني هل ده شيء يسيء له؟ ايه الفرق بين ان انا ما يكونش عندي اشعه مقطعيه ولا مش معترف بقيمه الاشعه المقطعيه؟ لا، الاشعه المقطعيه لها دور مهم جدا في علاج العصب. ازاي؟ يعني انا العيان اول ما بيدخل لي ببص على الاشعه بتاعته قبل ما ابدا شغل، ببقى باخد فكره عن الانحناءات اللي في الجذور بتاعه السنه، عدد قنوات العصب اللي موجوده عندي في السن او في الجدر ده، وده ممكن يكون احد اسباب فشل حالات مثلا كتير ممكن تجي لنا من بره متحوله لاعاده علاج عصب، بنعمل ريتريتمنت في السن او في الجدر ده. العينه تقول لي يا دكتور انا رحت عند اكتر من دكتور وبيقول لي حشو العصب كويس ما فيهوش مشكله، طب ايه سبب الالم انا حاسه بيه ده؟ ممكن نبص على الاشعه بنقدر نعرف ايه سبب المشكله دي. ممكن تكون في قنوات عصب مش مفتوحه، الدكتور ما قدرش يوصل لها. في قنوات عصب يعني المتدارج ما بين ان معروف ان الضروس بيبقى فيها 3 قنوات عصب، لا ممكن توصل معانا لخمسة او 6، دي ما بتظهرش غير بالاشعه ثلاثيه الابعاد. السنه ممكن يكون فيها حاجه زي كراك او شرخ، ده مسبب فشل موضوع علاج العصب حتى لو كان معمول كويس. الحاجات دي كلها ما بنقدرش نتعرف عليها غير بالاشعه ثلاثيه الابعاد. ديت كم عدد الاسنان اللي ممكن نعمل فيها علاج جذور في الجلسه الواحده؟
زي ما دكتور مصطفى قال لحضرتك، ما دام العيان قادر ان هو يفضل فاتح بقه من غير ما يشتكي من الفك نقدر نعمل، نقدر نعمل عدد كبير. عظيم. ما زلنا مع عائله علاج الجذور، نروح للدكتور وسام الخولي اخصائي علاج الجذور وعضو جمعيه امريكيه. والسؤال دايما عن الاجهزه، هل الاجهزه دلوقتي بدات تقول انا الموجوده انا الدور الاعظم، ولا مهاره الدكتور؟ اكيد مهاره الدكتور، بس يعني ازاي نجمع الحاجتين مع بعض؟ ما انا مش مهاره لوحدها من غير اجهزه برضو. اكيد طبعا. ايه رايك؟ بص، في البدايه يا فندم احب ارحب بحضرتك. الله يخليك يا فندم. دي اول حاجه. تاني حاجه شكرا يا وسام ان انت رحبت بيا، انت الوحيد الوحيد اللي واشكرك. طبعا وسام بيتكلم زي ما انت عايز. الله يخليك الله يخليك. انا قاعد بص يا وسام ست اسئله هسالهم لك. الله يخليك. انت الوحيد اللي رحبت بيا. ربنا يبارك في حضرتك حبيبي. مبدئيا انا طبعا متحيز جدا لعلاج الجذور بما اني اخصائي فيه. زمان زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيثم، كان العيال لما يجي يقول لي ده انا عندي الدكتور في عمل شكيني كده، قاعد يشكيني بحاجات زي الابر. دلوقتي احنا عندنا التكنولوجي والتقنيه الحديثه كلها، والشركات كمان من غير ذكر طبعا اسامي بدات تتنافس في الحكايه دي، واحنا عندنا كل عيان والتاني بقى عنده. ما اقدرش ان اقول ان مثلا حضرتك عندك نفس القنوات العصبية اللي عند دكتور نور اللي عند دكتور وسام، لأن كل واحدة هتختلف عن التاني، وده طبعا بيبان بالأشعة المقطعية والمايكروسكوب زي ما ذكر دكتور مصطفى ودكتور هيثم. فبالتالي الشركات بدأت تعمل إيه؟ قالت خلاص لا، أنا عندي دبابيس دي حاجات قديمة، أنا هبتدي أطور من نفسي وأعمل أجهزة أوتوميد بتشتغل. بس لازم يبقى الدكتور نفسه عنده خلفية كاملة قوي في الحتة دي، انه لازم يحدث من نفسه، لان لو انا جبت الحاجات دي وانا ما عنديش الخلفية هعمل بيها ايه؟ مش هستفاد بيها، وكلها طبعا لمصلحة الدكتور ولمصلحة العيان في كذا حاجة. فبدأت الشركات دي تعمل ايه؟ تطلع حاجة اسمها الفايلات الابر دي، اللي هي الابر دي اسمها فايلز، بدأت تطلعها بمقاسات مختلفة تناسب كل مريض. بمعنى ان انا عندي مثلا القناة العصبية عند الناس الكبار بتبقى ضيقة شوية، الاطفال بتبقى واسعة جدا، فبتختلف المقاسات. فبدأت الشركات تعمل طب انا عندي قناة عصبية فيها كيرف، يعني كيرف فيها انحناء جامد، فبدأت الشركات تعمل ايه؟ تقول لا، انا هطور من نفسي واعمل فايل يجيب اللي هو الابر دي بنفس الانحناء ده وبمقاسات مختلفة، وبتفضل مقاسات صغيرة لحد ايه ما تعلى بيها. طيب انا خلصت كل ده، عملت ونظفت والدنيا تمام والدنيا كويسه، هيفضل عندي الجزء الاخراني ان هو ان انا هقفل القناه العصبيه دي ازاي، وده اللي هنعرفه من دكتور علي الصنباطي. هروح للدكتور علي الصنباطي بقى. قول لي يا دكتور علي، المواد المستخدمه اللي قال عليها الدكتور وسام ورمى لك الكوره كده، قال لك بقى الدكتور علي هيقول لنا المواد المستخدمه فيه تطورت ازاي. قول لي بقى تطورت ازاي. هي مواد حشو العصب الطوارئ جدا، يعني بعد ما الدكاتره قالوا ان خلاص احنا نظفنا القنوات وكل حاجه، تيجي للدور المهم جدا زي ما دكتور وسام قال، حوار تقفيل القنوات او حشو الجدر. حشو الجدر مهم جدا، لان غالبا بيبقى ليه نسبه كبيره جدا في فشل او نجاح علاج الجذور بعد كده. يعني احنا دلوقتي بعد ما نظفنا بكل حاجه وتمام التمام، لازم ان احنا ننظف القنوات كلها، وبيبقى فيه قنوات فرعيه للقناه الرئيسيه. القناه الرئيسيه ماشي احنا بنحشيها كويس وكل حاجه، لكن القنوات الفرعيه دي هي بقى التقنيه الحديثه دي اللي طلعت، اللي هي حاجه اسمها 3D obturation او حشو الجدر ثلاثي الابعاد. ثلاثي الابعاد ده كان زمان ما بقدرش ان هو يتيح لي ان انا احشي القنوات الفرعيه او القنوات الثانيه، دلوقتي انا بقدر احشي القناه الرئيسيه والقناه الفرعيه. بعمل حاجه اسمها سيل، يعني انا بقفل اي مجال لاي بكتيريا بعد كده ان هي ممكن تعمل لي مشكله او تسبب فشل في علاج الجذور اللي انا عملته. عظيم. المواد دي متاحه باستمرار؟ الدنيا غليت انت عارف يعني لا هي متاحه دي معناها ان انت عارف. لا هي متاحه متاحه موجوده باستمرار. صعب جدا ان احنا نعمل كونكشن ما بين الطب
الأطباء بالميديكال ترم باللغة الإنجليزية اللي بتفرض نفسها. أنا بشكركم طبعا النهاردة على أنكم أنتوا التزمتوا معايا إلى حد 95-97% كده. نحن ما نتكلمش ميديكال ترم يعني في الأول ناس قبل التصوير لو قعدوا معانا كلام إنجليزي كله، وأنا بقى بتكلم والدكتور نور بيتكلم وكلنا عمالين كله إنجليزي في إنجليزي، والمريض جاي مش هيفهم الإنجليزي ده، والمريض جاي بتطلعات معينة، والدكتور بيتكلم بخبرته وفهمه وبيتكلم طبعا بتلقائية شديدة على انه عارف الكلام. فالربط ما بين المريض والطبيب ده شيء صعب، وده دور مهم بتقوم به دكتورة أريج سالم. دكتورة أريج يعني انا مبسوط طبعا انتي موجودة معانا النهاردة، يعني يعني الحمد لله لقينا في الاخر يعني على فكرة احنا الفريق الطبي عندنا فيه بنا يعني ما عارف الحمد لله، وانت جايب جايب دكتورة أريج بس يعني شكريت اللي كانت موجودة يا سيدي والله العظيم قعدت الرجالة اهم من اي حاجة بس جات يعني دكتورة أريج طلبة جات خلاص جات خلاص الساعة وربع اللي جاية دي تحكي لنا أريج الساعة وربع بكل واحدة بس أنا حابة قبل ما ابتدي في أي حاجة إن أنا أقول كلمتين مهمين جدا رحبي بيه الأول هرحب بيك طبعا رحبي بيه هو بس مكان. بس أنا حابة أقول كلمتين مهمين جدا إن أنا فعلا فخورة بوجود دكتور زي دكتور نور في مجالنا طب الأسنان، بلس إن أنا فخورة إن أنا أكون ضمن الفريق ده كله. أنا فخورة جدا إن أنا يعني فرد من الفريق ده. مهمتي هي مهمة تعتبر صعبة عشان أنا بكون حلقة الوصل بين الدكاترة وبين البيشنتس أو الحالات. الحالة بتيجي يعني حالات بتكون متنوعة، بمعنى مستوى تعليمي مختلف، أماكن عيش مختلفة، كمان في سنتر دكتور نور الناس بتيجي من كل حتة في العالم، بمعنى إن مش أي حد هتقدر تفهم اللغة اللي بيتكلم بيها أو اللهجة اللي بيتكلم بيها. مهم جداً إن أنت تكون أول حد بتقابل العيان أو الحالة وتكون متفاهم هي عايزة إيه، بمعنى إنك أنت تاخد منها كل الميديكال هيستوري أو التاريخ المرضي بأريحية، يعني مش تحقيق، بمعنى أنت عندك حاجة، أنت مريض، أنت في حاجة، لا إحنا ما نكونش أجريسيف، بالعكس إحنا بناخدها بابتسامة وبنسأل المريض بطريقة أريحية، يعني إحنا بنتعالج من حاجة، هو حضرتك بتشتكي من حاجة، يعني نكون في الكلام مش هو أسئلة موجهة. فأنا حلقة الوصل دي إن أنا بوصل كلام الدكاترة بس بطريقة بسيطة يستوعبها عقل البيشن. بس كده. أنت أنا سعيد جدا جدا بوجودكم كلكم معايا، مبسوط جدا بلقائي معكم، وإن كنت بشوفكم كتير يعني يعني بس إن إحنا نشوفكم كلكم مع بعض بهذه القعدة الجميلة. مبسوط جدا أولا بالناس اللي جيلنا الموجودين معنا، الناس اللي يعني ما شاء الله ليهم تاريخ رائع. مبسوط بقى بالشباب اللي أنا متوقع لهم، في ناس أنا متوقع لها إن إحنا نشوفها على القمم في تخصصاتها في المستقبل اللي جاي ان شاء الله، وان كان منهم الشباب دلوقتي حقق ما شاء الله يعني سمعه وعدد ساعات عمل جباره جدا. يعني فعلا احنا انا مبسوط ان احنا بنقدم النهارده صوره للطبيب المصري في منظومه طبيه بتعمل بعمل جماعي. هذا هو الطبيب المصري اللي بيعمل في ظروف صعبه، اكيد في مره هنلتقي تحكوا لي كده الظروف الصعبه. ما شاء الله ربنا طبعا اكيد كرم كل واحد فيكم وفتح عليه، لكن اكيد مريتوا بيه زمان وفي بداية وبتاع، يعني زي ما أنا بحكي دايما أقول إن أول مرتب خدته كان 117 جنيه ولما كنت بغيب يومين في الشهر كان بيخصم مني 40 جنيه عادي. فده الطبيب المصري اللي بيهاجم ساعات وبيظلم أحيانا و إلى آخره، أدي المنظومة لما بتكون ناجحة ممكن تقدم لنا إيه. شكرا دكتور نور على إنك أنت وفرتنا هذا اللقاء. أنا اتشرفت النهاردة بوجود الفريق اللي أنا فعلا بتشرف ان انا ابقى واحد منهم. ده انا اللي متشرف بوجودك معنا ومتشرف بالدور اللي انت قدمته في الثقافه الطبيه التي ستبقى، ده شيء لا يختلف، ده تاريخ لا يختلف عليه الناس. شوف الناس صحيح انت بترأس مجلس اداره واي تي، لكن في الاخر انا بتكلم على ثقافه طبيه قدمتها قبل ما تقدم واي تي للناس، انت قدمت ثقافه وده مهم جدا جدا. يعني نورتنا دكتور، تشرفت بيك، خليكم دايما مع الناس الحلوه.